بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. للمرة الثانية على التوالي في حلقاتنا الأخيرة في خلال حلقاتنا خلال الفترة السابقة يعني في البيت الكبير، هتكلم عن كابتن هناء حمزة كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر، وكابتن مريم مصطفى بنت كابتن هناء حمزة اللي مضت في النادي الأهلي لمدة 4 سنوات وحاليا بتطالب بإبطال العقد. قبل ما أتكلم في أي شيء، ودايما زي ما حضراتكم متعودين أنا لما باجي أتكلم بتكلم مع حضراتكم بالمنطق وبالمستندات والأدلة، بيكون معايا مستندات وأدلة موجودة معايا بوريها لحضراتكم، وفي النهاية على جمهور النادي الأهلي أن يختار ما يريده أو أن يعلم الحقيقة من أي حتة هو عايز يشوفها. ولكن عندما تكون الأمور خاصة باسم النادي الأهلي، باسم وتاريخ النادي الأهلي وعراقة النادي الأهلي، لازم نطلع نرد مهما كان اللي بيتكلم، حتى لو كان اللي بيتكلم حد أو كابتن النادي الأهلي. هل من المفترض أن كابتن هناء حمزة نجمة كبيرة وعاشت جوه النادي الأهلي ومنتخب مصر، محدش يقدر يقول غير كده بالمناسبة، ولكن هل من المفترض أن إحنا لما كابتن هناء حمزة تطلع تتهم النادي الأهلي بالتزوير وتتهم النادي الأهلي بأن هو نادي بيكسب بالبلطجة بناء على كلامها، يعني أن إحنا نطلع أو أن إحنا نسكت؟ طيب إذا سكتنا فتقول لك أهو محدش بيرد عليا، وإذا ردينا تقول لك هو أنت مين يا اللي بترد عليا؟ أنت مين أنت اللي بترد عليا؟ وتقوم حطلها فيديوهين أو ثلاثة بتشتم في شخص. أنا ما عنديش مشكلة بالمناسبة إن حد يشتم في شخصي، لأنه في النهاية أنا بشتغل تحت شعار النادي الأهلي، فمش هقدر أرد كإسلام كشخص، مش هقدر أرد. ولو سمحتي حضرتك كابتن كبيرة ولك كل الاحترام وكل حاجة، ولكن من فضلك ردي على الكلام بطريقة واضحة، مش عايزين نفرع الأمور، يعني عايزين حضرتك تردي على الأمور الخاصة بانتقال مريم مصطفى أو تجديد مريم مصطفى بنت حضرتك على طول بدون الدخول في إسلام. مش مهم إسلام، مش هرد على حضرتك، والله ما هرد، أقسم بالله العلي العظيم ما هرد، احتراما لشاشة النادي الأهلي ولشعار النادي الأهلي عمري ما هرد على حد، إلا وخصوصا لما يبقى كابتن هناء حمزة أنا ما شفتش منها حاجة، وأنا كإسلام يعني ما شفتش منها حاجة وحشة. ولكن أنا لما بطلع أتكلم بطلع أتكلم بأمور واضحة زي اللي هتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة. فيا كابتن هناء من فضل حضرتك ما تفرعيش الأمور، ولو سمحتي ردي على الحاجات اللي احنا بنقولها أو الحاجات اللي النادي الأهلي بيقولها، أو ردي على الكلام اللي هنقوله حالا. ما تقوليش أصل إسلام وتحطي لي فيديو مش عارف عامل إزاي. الفيديو ده معروف هو بيطلع منين، معروف هما فيديوهين بتطلعوا تعملوهم حضرتك وبعض من لا يشجع النادي الأهلي، فكده عرفنا الموضوع ماشي إزاي أو فهمنا الموضوع ماشي إزاي. فخلاص أنا ما عنديش مشكلة، الحاجات دي يا ما دقت على الراس طبول وما بتفرقش معايا كتير. فلو سمحتي ردي على الأمور بشكل واضح وبشكل قانوني. خليني أحكي لحضراتكم الموضوع بمنتهى البساطة. الموضوع عبارة عن أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر في إحدى اجتماعات مجلس الإدارة تشكيل لجنة ثلاثية لتجديد عقود كل اللاعبين في الألعاب الأخرى، كل اللاعبين اللي موجودين في الألعاب الأخرى، طايرة، سلة، هندبول، أي حاجة. لجنة ثلاثية، هذه اللجنة مكونة من الأسماء اللي هقولها لحضراتكم: السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، السيد خالد مرتجي أمين صندوق للنادي الأهلي، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي، بالإضافة إلى كل مدير فني في كل لعبة. ولأن كابتن مريم مصطفى كان عقدها بينتهي مع نهاية الموسم السابق، اجتمعت اللجنة بناء على قرار مجلس الإدارة بتجديد العقود، اجتمعت اللجنة مع كابتن هناء حمزة والدة كابتن مريم مصطفى في حضور مين؟ كابتن مريم مصطفى أكيد اللي هي نجلتها، وفي حضور
كابتن حمدي الصافي المدير الفني لسيدات الطائرة. حصل إيه في هذا الاجتماع؟ اتفقت اللجنة مع كابتن هناء حمزة على الآتي: تجديد العقود لمدة 4 سنوات، تجديد العقود لمدة 4 سنوات على أن تحصل نجلتها مريم مصطفى على ما تحصل عليه لاعبات الفئة الأولى داخل الفريق. إيه الكلام يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ أي كلام؟ أنت بتقول أي هجس؟ الصور جاهز؟ اتفضل. اتفضل يا أستاذ سمير، اتفضل. ورينا حضرتك هذه الصورة. سيادة الوزير السيد نائب وزير نائب النادي الأهلي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السيد العمري فاروق، مع السيد الأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق، مع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، مع كابتن محمد مصلحي المدير الفني لفريق السيدات، وحضرتك كابتن حمدي الصافي. أنا آسف. طيب حضرتك اللي موجودين دول في الصورة اللي ما بيضحكوش خالص دول كابتن هناء حمزة نجم مصر ونجم الطائرة في مصر ونجم الطائرة في النادي الأهلي، وبنتها كابتن مريم مصطفى، ده بعد ما تم تجديد العقود. طيب دي الصورة، حضراتكم تحبوا تشوفوا حاجة تانية؟ يا عم إسلام احنا شفنا الصور دي كتير، ورينا كده حاجة تانية. طيب نشوف الفيديو، اتفضل. ها هو كابتن مريم مصطفى بتمضي على ايه؟ اللي قدام حضراتكم دول ايه؟ ها؟ خليها كده والنبي، خليها يا سمير، مرة اتنين تلاتة زي ما حضراتكم شايفين. طيب هنستعين بالصور، لسه بقيت عندي صور كتير وعندي حاجات كتيرة وعندي فيديوهات كتيرة جدا. أنا ما بتكلمش غير بالمستندات، فلو سمحتي ما تقعديش تقولي أصل إسلام ده ما بيشجعش الأهلي، وأصل إسلام ده بيعمل كذا، من فضلك قولي، ردي على الكلام ده، إحنا عايزين الرد على هذا الأمر، مش حاجة تانية. طيب، أكمل كلامي عشان يبقى الكلام واضح وورا بعضه، وبالفعل كابتن مريم مصطفى هي دي، تصدق؟ يا أخي هي كابتن مريم مصطفى. دي بجد هي؟ والقلم معاها وبتمضي. وبتبصم كمان شويه، حضراتكم هوريكم البصمه. بتمضي على ايه؟ هو ده عقد ولا ورقه لمستحقات قديمه زي ما كانت بتقول وبتروج كابتن هناء حمزه؟ الصوره والفيديو واضحين بالمناسبه. عقود من الاتحاد المصري للكره الطائره امام حضراتكم كابتن مريم مصطفى، وهي مغمضين عينها تقريبا، مش عارف ولا ايه. كابتن مريم مصطفى بتمضي على العقود، وطبعا كابتن هناء حمزه ما كانتش تعرف ان الفيديو ده موجود، فهي شافت دلوقتي الفيديو في كل مكان. طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ كمل الصور كده يا سمير بعد اذنك، عندنا صور كتير. لا بلاش بقيه الصور، خلينا عشان نخلي شويه لقدام. طيب كده وصلنا للعقد. طيب كابتن مريم مصطفى مع والدتها النجمة العظيمة الكبيرة الجامدة جدا كابتن هناء حمزة مضوا على العقد. ايه اللي حصل بعدها؟ تم إغوائهم من أحد الأندية علشان تسيب النادي الأهلي وتروح لهذا النادي مقابل ايه؟ الفلوس. حطوا مليون خط تحت كلمة الفلوس، ونفضل نقول ايه؟ احنا اهلاوية نحب النادي، لكن المواقف كاشفة. وبالمناسبة محدش من اللجنة الثلاثية اللي هي بتجدد عقود كل اللاعبين ولا الناس اللي كانوا حاضرين التوقيع كانوا يتوقعوا ما حدث، لانه فيلم هزلي. لكن الاصل في الفيديو اللي انتوا شايفينه، الاصل في الفيديو اللي انتوا شايفينه التوقيع على العقود بكامل الرضا وفرحه كامله وببصمه الاصبع زي ما بيقولوا،
مش عارف اقولها ازاي، مش بتكلم لغه عربيه يعني، ببصمه صباحها. ولكن بما ان الدفاتر دفاترنا والورق ورقنا ومحدش هيرجع ورانا، الخطوه اللي بعد كده ايه بقى؟ كابتن هناء حمزه قدمت شكوى لنفسها، سوري لاتحاد الطايره، اللي هي كابتن هناء حمزه نائب رئيس مجلس اداره اتحاد الطايره. فانا اللي هو نفسها يعني ما غلطتش. اللي بالمناسبه عندما كانت الكابتن هناء حمزه، لما الانتخابات كانت شغاله، كابتن هناء حمزه على يدي، اقسم بالله على يدي وشفت ده بعينيا، كان بيتم كابتن هناء حمزه كان النادي الاهلي واقف في ظهرها وقفه قويه جدا جدا عشان تكسب وتستحق. مش قصدي ان هي حاجه كده يعني، لا لا لا، كانت تستحق لانها واحده من ابناء النادي الاهلي. نكمل كلامنا ونشوف. طيب كابتن، بما ان الدفاتر دفاترنا يعني وورق ورقنا ومحدش هيراجع ورانا، الخطوه اللي كانت بعد كده من الكابتن هناء حمزه ايه؟ انها قدمت شكوى هذه لاتحاد الطايره. هذه الشكوى كانت ترتكز على ثلاث حاجات. ثلاث حاجات انا هرد عليهم واحده واحده. الاولى ان الكابتن مريم مصطفى بلغت النادي بعدم الرغبه في التجديد. انا والله يعني حضرتك يا كابتن هناء النجمه الكبيره العظيمه الهايله، كابتن هناء حمزه، انا على فكره والله والله بقول كلام صحيح، هي نجمه كبيره جدا في الطايره. كابتن هناء، كابتن هناء اهو الصوره دي، يعني انا مش فاهم يا كابتن هناء، هو حضرتك كنت بتضحكي ولا هنا كنت بتعملي ايه؟ وكابتن مريم كانت بتضحك ولا كانت زعلانه؟ انا مش فاهم. طيب بلاش دي، خلاص خلاص شيل الصوره، بلاش الصوره. طب هو حضرتك عشان تبلغي النادي بعدم التجديد في مليون مليون الف طريقه رسميه رسميه تقدري من خلالها تبلغي بيها النادي، تبعتي لهم ايميل، تروحي للكابتن بتاعك تقولي له اي حاجه من هذا الكلام. وبعدين السؤال هنا برضو بالمنطق، دي حاجه من دماغي بالمنطق، يعني هو النادي الاهلي في حد هيروح يقول له انا مش عايز اجدد ويجدد له؟ حصلت قبل كده في الكوره، هتكلم فيها بعدين. طيب حضرتك بتقولي ان عقدها انتهى. تاني حاجه تتكلم فيها كابتن، والله العظيم الكابتن هناء حمزه بتقول هذا الكلام او بترتكز على هذا الكلام في شكواها لنفسها، في شكواها لاتحاد الطايره. تاني حاجه بتقول ايه؟ ان عقدها انتهى، ان عقد الكابتن هناء حمزه انتهى، انا اسف مريم مصطفى انتهى، وخدت اخلاء طرف. طب يا كابتن هناء، لو حضرتك طلعتي ورقه اخلاء الطرف انا هطلع على الهوا اعتذر لحضرتك، مع ان انا ما قلتش حاجه غلط، ولكن اعتذر لحضرتك واعمل لحضرتك اللي انت عايزاه، حقك يعني كل حاجه انت عايزاها اطلع اعتذر لك على الهوا، انا اسف مش هطلع على الهوا تاني. بس ده لو حضرتك معاكي فعلا اخلاء طرف، عشان لو كان معاكي اخلاء طرف يا كابتن هناء كنت طلعتيه. طب لو ما معاكيش اخلاء طرف حضرتك هتعملي ايه؟ طيب اللي بعد كده، اللاعبه راحت عملت محضر في اسم الشرطه. شوفوا بقى الكلام اللي اتقال في المحضر اللي اتعمل في اسم الشرطه. فوق كابتن هناء حمزه بترتكز على ايه؟ ان ما فيش عقد وما فيش اي حاجه واحنا ما مضيناش على عقود والكلام ده كله. هنا كابتن هناء بتقول ايه؟ او مش كابتن هناء، بنتها بتقول ايه في اسم او في محضر الشرطه، في اسم الشرطه قالت انها وقعت على عقد جديد فيه شرط جزائي. يعني وبعدين منين فين بيودي فين ازاي؟ في عقد ولا مفيش؟ حضرتك رسينا ده طبعا بيتناقض مع الكلام اللي والدتها امبارح كانت بتقوله في مداخله مع الاستاذ محمد شبانه، مش انا اللي بقوله، كابتن هناء حمزه اعظم لاعبه في التاريخ في الطايره، كانت بتقوله امبارح مع كابتن محمد شبانه، بتقول ان العقد فيه شرط جزائي 3 مليون جنيه. هو انا بنت يا ابو تريكه؟ مش انا اللي بقول،
مش انا والله، هي الفيديو موجود على اليوتيوب، انا هنا ما بجيبش فيديوهات، لكن الفيديو موجود على اليوتيوب تقدروا حضراتكم تسمعوه. طب يا كابتن هناء، معنى كده ان كان في عقد وتوقيع وبصم وشرط جزائي، خلاص؟ طيب المفاجأة ان العقود بعدما يتم توثيقها بيجي مندوب من الاتحاد يجيبها النادي. مين المندوب اللي جاي من اتحاد الطايرة جايب العقود اللي فيها عقد كابتن مريم مصطفى وبقية العقود النادي؟ ها فكروا كده وقولوا لي انا سامع. ايوه هي فعلا كابتن هناء حمزه اللي طلعت تشكك في صحه العقد اللي هي جايباه، اللي طلعت تتهم النادي الاهلي بالتزوير والبلطجه. كان ممكن جدا تدوري حضرتك على مصلحة بنت حضرتك، ما عنديش أي مشكلة، ولكن ليس بهذا الشكل. لماذا يتم الطعن في النادي الأهلي؟ لماذا يا فندم يتم الطعن في النادي الأهلي؟ اطعني في إسلام زي ما بتعملي وهتعملي وكمان شوية هتعملي، أنا عارف، لكن تطعني في النادي الأهلي ليه يا فندم؟ النادي الأهلي ده اللي لحم كتافك من خيره، وده مش قصدي ان تفضل ولا حاجه، والله ده لح كلنا، انا لحم اكتافي من خير النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب اللي هو العظيم والاسطوره لحم اكتافه من خير النادي الاهلي ومن اسم النادي الاهلي. طيب حاجه تانية، كابتن هناء كانت طالعه النهارده تقريبا او امبارح في تصريحات بتقول ايه؟ انا بنتي كانت بتمضي في الورق، في هي قالت كده في التصريحات، قالت ان الصور اللي منتشره كانت بتمضي فيها على ورقه بمستحقات قديمه. طيب يا فندم يا كابتن هناء ورقه بمستحقات قديمه، طيب يا كابتن هرد عليك بشكل تاني، يا كابتن هناء هل يلزم تواجد كل اعضاء اللجنه الثلاثيه، السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي، والسيد خالد مرتجي امين صندوق النادي، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، لازم يبقوا موجودين وحضرتك بتمضي على ورقه بالعقل؟ بالعقل، ورقه مستحقات قديمه. طب اقول لحضراتكم قصه، اقول لحضراتكم قصه، سنه 2003 2004 عندما انتقلت انا بقى، انا اسف ان انا هدخل اسمي في الموضوع، ولكن عندما انتقلت من نادي للنادي، من اتحاد جده للنادي الاهلي، فانا كنت متعود ان انا بقبض الفلوس في الانديه قبل كده بقبضها بورقه وامضي عليها، خلاص. في سنه 2003 2004 الكلام اللي انا بقوله ده، النادي الاهلي مضاني على ورق وقال لي يا عم اسلام ما فيش حاجه، الورق ده بينتهى خلاص. احنا في 2003 2004 الورق ده انتهى، اصبح هناك حاجه اسمها كريدت كارد او كشوف بنكيه بتقبض من خلالها. يا كابتن هناء الكلام ده في 2004، هو حضرتك ناسية ان المستحقات اللي على ورق دي انتهت في النادي الاهلي من قديم، من ايام ما كنت انا بلعب قبل الكرش ده ما يطلع. يا فندم بقى في حاجة اسمها كشوف مرتبات بنكية، ده النظام السائد في النادي الاهلي من سنة 2002 2003. عيب يا كابتن هناء تتهم النادي الاهلي بالتزوير، بأي عقل؟ بأي منطق اللي حضرتك بتقوليه؟ بصراحة حضرتك معذوره وما كنتيش عارفه ان جلسه التوقيع مصوره، فكنت طالعه تقولي كل الكلام ده، ماشي دي صوره وبصمه. اما اتهاماتك للنادي الاهلي بالتزوير انا لن اتدخل في هذا الامر، انا بتكلم على وقائع، وارجو ان حضرتك تردي على الوقائع. يعني ممكن تنتقدي شويه في اسلام وتقولي كذا وكذا وكذا وبعد كده تكلمي، اهم حاجه بس حضرتك تردي على الوقائع، خلاص. لكن اتهام النادي الاهلي بالتزوير انا اثق تماما، انا ما اعرفش، انا لست مسؤولا داخل النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي له مسؤوليه وله مستشار القانوني وله مجلس ادارته، يتخذ ما يراه مناسبا، يتخذ ما يراه مناسبا بعرض الامر على المستشار القانوني ثم تحويل الامر لجنه قانونيه ثم تحويل الامر الى النيابه العامه، او ما اعرفش ايه اللي ممكن، تحقيقات بوليس بتاع، معرفش ايه اللي ممكن يحصل. النادي الاهلي من حقه يعمل اللي هو عايزه،
فدائما النادي الاهلي بيسلك القنوات الشرعيه، يعني تحقيقات بوليس نيابه، كل ده هيحصل، والبينه على من ادعى يا فندم. انا فانا ماليش علاقه، انا ماليش علاقه بالنادي الاهلي هيعمل ايه، لكن انا بقول دايما اللي انا فاهمه ان النادي الاهلي بيتخذ القنوات الشرعيه كسبيل لمثل هذه الاكاذيب. بس طيب انا كده قلت لحضراتكم موقف كابتن هناء حمزه وبنتها. طيب خلي بقى الصور دي معانا، ويعني انا عايزك تمشي الصور كلها اللي عندك. ماذا فعل النادي الاهلي خلال هذه الفتره؟ هو اللي في ايد، لا هات الصوره اللي فاتت معلش، اللي فات ده عقد ولا ورقه؟ طب ما تستنى كده سميد معلش اشوف، معلش معلش انا هتحرك من مكاني. هو ده عقد ولا ورقه؟ ده كفر عقد ده صح؟ كفر، معلش انا بره بتاع، ماشي ده كفر عقد، ماشي كفر عقد ده يعني مش ورقه مستحقات قديمه من سنه 2002 ولا حاجه. انا ما قلتش حاجه يا جماعه، والله انا بوري لحضراتكم صور اهو، انا بوري لحضراتكم صور، والله العظيم ما بعمل حاجه خالص. اتمنى ان اللي هيطلع يرد في اي وقت يطلع يرد بالحقائق زي ما احنا بنعمل كده، ما بيعملش حاجه تانية. ماذا فعل النادي الاهلي؟ النادي الاهلي خد العقود، علشان العقود دي تبقى سريعه يا فندم بيحصل ايه؟ بيتم توثيق العقود دي في الاتحاد التابع، يعني احنا بنتكلم على اتحاد الطايره، فبيتم توثيق العقود اتحاد الطايره ازاي؟ ان انا ببعت حاجه اسمها صادر ووارد، وهو بيرد عليا بوارد. خلاص؟ فالنادي الاهلي بعدما حدثت هذه المشكله عمل ايه؟ شوفوا النادي الاهلي دايما عندما ينظر او عندما لما يجي يدور على حقوق على حقوقه بياخد باله من كل حاجه، وهو في الطبيعي بياخد باله من كل حاجه. النادي الاهلي راح وثق هذه العقود فين يا فندم؟ في اللجنه الاولمبيه. شايفين يا فندم العقد اللي موجود الاخضر ده؟ اتوثق في اللجنه الاولمبيه المصريه، وتم تسليم العقود لاتحاد كره الطائره عن طريق مين؟ عن طريق اللجنة الأولمبية. علشان لو حضرتك عايز تعمل حاجة، ما هو الورق ورقنا بقى وحبايبنا ونائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد والأمين الصندوق الاتحاد، يلا كله في وقته، كله في وقته. فالنادي الأهلي عمل ايه؟ وثق هذه العقود في اللجنة الأولمبية، وسلم اتحاد الطايرة هذه العقود عن طريق اللجنة الأولمبية المصرية. وعندما طلب النادي الاهلي للتحقيق في هذا الامر، قدم ملف في 220 صفحه وفيها كل المستندات الداله على صحه موقفه. حاليا النادي الاهلي بيعمل ايه؟ النادي الاهلي مستني اتحاد الطايره يرد. طيب خلينا نروح لحضراتكم في جزء اخر، هي اللاعبه اللي احنا بنتكلم عنها، لو كان عقدها انتهى وعايزه تمشي، طب ما تمشي. عندما حاول كابتن رمضان صبحي في فتره من الفترات ان هو عايز يمشي من النادي الاهلي، وحاول او اتقال له هنرد على النادي الاهلي بعد ساعه، هنديك مهله ساعه، بعد الساعه دي انت حر، عايز تمضي في اي نادي اخر انت حر. رمضان صبحي خد الساعة، بعدين راح مضى في نادي تاني، مفيش مشكلة خالص. رمضان بيلعب في نادي تاني، بيتقال أنا معرفش إن هو عايز يرجع النادي الأهلي. وزي ما حضراتكم سامعين خلال الأيام، على عهدة إعلاميين كتير والكلام ده كله. لكن حضرتك مضيتي عقد بإرادتك المنفردة. ومبسوطة وسعيدة وفرحانة بفيديوهات وصور وبصمة وعقد موجود وكل حاجة. كابتن هناء حمزة بتضحك اهي، وكابتن مريم مصطفى بيضحك برضه. لكن أما النادي الأهلي يبحث عن حقوقه، يبقى النادي الأهلي ده بيكسب بالتزوير وبالبلطاجة. ده كلامها. لكن وقت لما كان النادي الأهلي بيجدد، كان النادي الأهلي أعظم نادي في الكون. حاجة كمان كابتن هناء حمزة بتقولها. كابتن هناء حمزة بتقول
ان النادي الاهلي بيصفي حساباته علشان ابنها اللي هو اخو مريم كان نازل انتخابات 2017 في قائمة المهندس محمود طاهر. طيب هو لما طلب النادي الاهلي تجديد عقد مريم 4 سنوات ويديها فئة اولى، ما كانش النادي الاهلي بيصفي حساباته ساعتها؟ ما ينزل يا فندم الانتخابات يصفي حسابات في ايه؟ ده في 2017. وبعدين هو من 2017 مجلس إدارة النادي الأهلي قاعد بيفكر عشان ما قررش ان هو يصفي حساباته غير اليومين اللي فاتوا دول. كابتن هناء، كابتن هناء، يعني الكلام يبقى كلام منطقي علشان نقدر نرد عليه، لكن انا بحاول على قد ما اقدر والله. لما النادي الأهلي بيصفي حساباته طلب ليه يا فندم؟ طلب ليه يا فندم ان حضرتك او بنت حضرتك كابتن مريم مصطفى تجدد عقدها؟ ساعتها النادي الاهلي ما كانش بيصفي حساباته؟ ساعتها النادي الاهلي كانوا تمام؟ هو يعني والفتره اللي لعبتها من 2017 مريم لغايه دلوقتي كانت كل ده ايه؟ مكرهه، بتتضرب، حد بيضربها على ايديها العبي بالعافيه؟ حضرتك اللي شلت العقود وخدتيها من اتحاد الطايرة ووصلتيها للنادي الاهلي. ولو انا بطلع اقول، لو انا بقول حاجه غلط يا فندم اطلعي قولي لي وكدبيني. حضرتك بتقولي كلام كتير. وبعدين فئه اولى يا فندم، يعني حتى التجديد كان يليق باسمها. فايه ايه ايه تصفيه الحسابات في كده يا فندم؟ يعني واضح جدا 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 من الضحكه الحلوه اللي هتطلع دي ان الدنيا كانت حلوه ومبسوطين وكل كان في رضا، حتى في قبول، وحضرتك يا فندم بتتحكي وفي قبول. ايه اللي حصل يا فندم؟ الاغراءات الماليه؟ معرفش. اهو يعني مريم بتبتسم ابتسامه التوقيع وبتبصم بصمه التوقيع بابتسامه برضه. هو ده عقد ولا ورقه قديمه؟ والنبي يا جماعه وانتوا قاعدين في الكنترول عشان مش كل شويه يطلع برا النور، شوفوا لي كده ده عقد ولا ورقه قديمه؟ ها؟ عقد ولا ورقه قديمه دي يا جماعه؟ قولوا لي، حد يرد عليا. عقد فعلا؟ عقد. اهو ده عقد اهو. واخضر كمان؟ ماشي. طب كويس الحمد لله، ماشي. حضرتك عايزه تغلطي فيا انا كشخص؟ انا ما عنديش مشكله والله يا كابتن هناء، والله يا كابتن هناء ما عندي مشكله ومش هرد، لان انا في الاخر املك الكثير والكثير اقدر ارد بيه على حضرتك. لكن وطبعا رد محترم، لانه يعني كلها حاجات انا دايما لما بطلع اتكلم يا فندم بطلع اتكلم بالدلائل، بالدلائل والفيديوهات والصور والبراهين وباسلوب مهذب ومحترم. لكن انا بشتغل هنا تحت شعار قناة النادي الأهلي، فأنا ملتزم بكل مبادئ وأخلاق النادي الأهلي وسلوكيات النادي الأهلي اللي اتعلمتها جوه النادي في الأربع. أنا عارف. بصي حضرتك، أنا ولا أسطورة ولا أقبل إن حد يقول عليا مثل هذه الكلمة، لأن في غيري ملايين، أو مش ملايين، في غيري أساطير كثيرة جدا داخل النادي الأهلي تستحق. أنا لا أستحق أي شيء. اللي أنا بقوله ده أنا مقتنع بيه تماما، أنا مقتنع بيه تماما، ومش مستني ان حضرتك تقولي لي مثل هذا الكلام. عيب يا فندم، انا عمري ما قلت كده ولا هقول كده. انا ما انا الا واحد بيحب النادي الاهلي، خدمت النادي الاهلي 4 سنين وهخدم النادي الاهلي في اي حته سواء هنا او غيره. والايام القادمه ستشهد على امور كثيره جدا، والايام السابقه ستشهد على امور كثيره جدا، وكله في وقته وكله هيبان. ف الحمد لله والشكر لله، دايما بنتكلم باحترام وبأدب وسنظل دائما كذلك. أي حاجة أنا قلتها النهاردة هي على مسؤوليتي الشخصية، على مسؤوليتي الشخصية وعلى مسؤولية هذا البرنامج. النادي الأهلي ليس له دخل وليس له علاقة بأي من هذه الأمور. النادي الأهلي عنده مسؤولية اللي يقدروا يردوا على كل أي إهانة حضرتك قلتيها أو أي حاجة تخص النادي الأهلي، لكن أنا برد بالمستندات اللي أنا قدرت أجيبها
وبالفيديوهات اللي منتشرة دلوقتي على كل السوشيال ميديا وكل حاجة. فأتمنى يا كابتن هناء أن حضرتك لو هتردي، يعني لو حضرتك هتردي فعلا تردي go to the target، يعني روحي للهدف، قولي على طول كذا كذا كذا، وبعد كده قولي اللي انت عايزاه. لأنه ما أعتقدش أن بعد كل اللي احنا شفناه ده من الممكن أن نرى شيء آخر. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أرجع أكمل مع حضراتكم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. نقطة تانية الحقيقة عايز أتكلم فيها مع حضراتكم، لما بتبقى في حاجة كويسة في أي مكان حوالينا بنقول، لما بتبقى في حاجة سيئة بنقول. وبقول الكلام ده لأن لازم أوجه التحية لزميلي الحقيقة إبراهيم فايق في برنامجه امبارح لما وضح الفرق ما بين التدعيم والبناء، وده اللي يمكن أنا اتكلمت فيه مع حضراتكم من يوم الأربع اللي فات أو يوم الثلاث تقريبا على ما أتذكر، لما قلت للجماهير يا جماعة ما تقلقوش إن في فرق كبير جدا ما بين البناء والتدعيم. يعني مثلا الأهلي بيدعم صفوفه مش بيعيد بناء فريق، في فرق أخرى بتبني فريق من جديد، عشان كده بيجيب لاعب واثنين وعشرة واثناشر وثلاثاشر. فعشان كده قلت ما تدخلوش يا جماعة الأهلي في مقارنات، لأن كل فريق وله ظروفه واحتياجاته الفنية طبعا. غير احنا كمان بنمشي ورا مدير فني بتاعنا، عمرنا ما بنفرض عليه صفقات، كلام واضح طبعا. فاللي أنا بقوله برضو أنا بشكر زميلي الحقيقة كابتن إبراهيم فايق على هذا الأمر، لأنه في النهاية هو كلام، يعني أنا بشوفه إنه كلام منطقي. أنا عارف إن هو بيتاخد كوميكس كتير اليومين دول ويقول لك، وبالمناسبة ده اللي بيدور منطقيا داخل النادي الأهلي وفعليا داخل النادي الأهلي. فأنا بنقل الحقيقة لحضراتكم أن هناك، وبحيي إبراهيم برضو إن هو كابتن أستاذ إبراهيم فايق أو كابتن إبراهيم فايق إن هو نقل الحقيقة. وانا وبعدين انا لما بطلع مع حضراتكم هنا ده بتكلم معاك ومع حضراتكم من القلب، مشجع مع المشجعين بعيدا عن اي شيء اخر. فلما سمعت ابراهيم الحقيقه اتبسطت جدا، لانه بالفعل هذا هو هذه الحقيقه داخل النادي الاهلي، كيفيه التفكير داخل النادي الاهلي ان هناك فارق ما بين البناء والتدعيم. هو ده الفارق، او هو ده الاساس اللي اشتغل عليه النادي الاهلي من ساعه ما كابتن محمود الخطيب قرر مع مجلس الاداره ومع اداره كره القدم ان يدي الفريق راحه، معظم الفرق راحه، معظم الفريق يعني راحه القوام الاساسي. وبالتالي البناء غير التدعيم، مهم جدا جدا. انا اسف ان انا يعني رجعت اتكلم في هذا الامر مره ثانيه، ولكن خلونا نروح لتونس. انا بحب تونس قوي والله، وأحلى لحظات حياتي أنا كإسلام في تونس كانت في تونس. يعني حتى أول مكسب ليا لبطولة إفريقية كان في تونس مع النادي الأهلي، طبعا ضد الصفاقسي. قد تكون للتوانسة إخواتنا في تونس الموضوع صعب، لكن بالنسبة لي أنا كانت واحدة من أحلى الأيام في تاريخ حياتي أنا الحقيقة. يعني هو ده الكلام اللي أنا كنت بقوله امبارح لو حضراتكم تتذكروا. امبارح أنا كنت بتكلم مع حضراتكم أنه من الممكن جدا أن كلمة لإعلامي أو لأحد الأشخاص اللي طالعين على الشاشة وهو بيتكلم ممكن جدا يكون رد فعلها بره مش لطيف، زي ما حضراتكم شفتوا. أنا والله ما أعرف هو بيتكلم على مين، لو حد يعرف ابعتولي، لكن أنا والله ما أعرف كابتن فوزي. يا شباب لو تكلموا كابتن فوزي تعرفوا أنه هو كان بيتكلم على مين يبقى يا ريت، لكن أنا ما أعرفش هو بيتكلم على مين. ولكن دايما الإعلامي أو الشخص اللي واقف قدام شاشة وبيتكلم لازم يبقى عارف جدا كويس جدا هو طالع بيتكلم في إيه ويقول إيه، لأنه ممكن أي حاجة بيقولها تسيء أو يساء الظن فيها من بره مصر زي ما حضراتكم شايفين. وفي النهاية تظل دائما العلاقات المصرية التونسية هي علاقات كبيرة، لأن الكلمة هي أمانة ومسؤولية كبيرة جدا. طيب خلينا نروح للأخبار. أخبارنا النهاردة، طيب رجال كرة السلة يتأهل، السلة للنادي الأهلي يتأهل لدور الثمانية في البطولة العربية. الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي يتأهل إلى دور الثمانية من منافسات البطولة العربية للأندية المقاومة في الكويت بعد تغلبه على فريق أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76 في لقاء الذهاب، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم في دور الستاشر من البطولة.
استهل فريق رجال سلة الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة 132-53، ثم تغلب على الغرافة القطري بنتيجة 108-59 قبل أن يفوز على الرياض اللبناني بنتيجة 88-71 ويتصدر مجموعته. نفاذ 85% من تذاكر السوبر المصري بين الأهلي والزمالك. مجلس أبو ظبي أعلن اليوم نفاذ 85% من تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. كلاتنبرج يعقد سلسلة اجتماعات مهمة قبل انطلاق الدوري. أتمنى أن ده يحصل. يبدأ الإنجليزي كلاتنبرج في عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع مدير الكرة بأندية الدوري المصري الممتاز وكذلك مقدمي البرامج الرياضية ومعلقي مباريات كرة القدم لشرح آخر تعديلات قوانين كرة القدم. ويسعى مارك كلاتنبرج خلال اجتماعه المقبل توضيح كيفية اتخاذ القرارات الخاصة بحكام الفيديو المساعد الفار. كلاتنبرج يحاضر حكام الدوري استعدادا لانطلاق البطولة. أيضا ميكالي ينتظر مواعيد الدوري لتحديد انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي. آخر خبر معانا النهاردة، رابطة الأندية المحترفة تعلن قائمة المواد الممنوعة في مباريات الدوري العام المصري. مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء، ألعاب النارية والشعلات، السجاير والمداوخ والسجائر الإلكترونية، الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا، بطاريات وأدوات الشحن، المظلات وعصا السيلفي، لفافات الورق، الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، العبوات والأكواب الزجاجية والمعدنية، الكحول والمخدرات، المواد العنصرية مثل القمصان والأعلام، طائرة الدرون، المواد الترويجية والإعلانية، الكرات بمختلف أنواعها. دي سلسلة القائمة الممنوعات اللي هتبقى موجودة في الدوري العام المصري. فيديوغراف عن بطولات النادي الأهلي الإفريقية، وبعد هذا الفيديو هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن علاء إبراهيم اللي هيكون ضيفنا في حلقة النهاردة، وهنتكلم عن أمور كثيرة جدا خاصة بالأمور الفنية بالنادي الأهلي وبالدوري العام المصري وبمنتخبنا الوطني. بعد هذا الفيديو، بعد الفيديو فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير علاء إبراهيم في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن علاء ابراهيم. زكلول سلام، وحشني. انت اكتر. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام زي الفل، فضل الله. 100 الحمد لله. النهارده يوم التصوير العالمي، شايفك انت عمال تصور هنا وهنا وهنا. بس يعني الحمد لله، يعني في القناه الدنيا لطيفه يعني. كله في القناه. اخبارك ايه؟ الحمد لله فضل. كله كويس؟ تخنت شويه؟ واحنا كلنا تخنا. لا بس انت برضه مش قوي العمر. ايوه شوية. فاكر ماتش 4-4؟ يا نهار ابيض، حد ده ماتش في التاريخ. قالوا فعلا قالوا احسن. انت نزلت يا انا نزلت تغيير. كان قبل الماتش ده خلي بالك كان ماتش 6-1 6-1 الزمالك. ايوه بالظبط كده. فكان جوزيه كان بعدني شويه عن الماتش ده بتاع 6-1. ما لعبكش؟ ما لعبنيش. زعلان ان انت ما لعبتش ماتش 6-1 جدا. انا كنت متخيل انت ممكن تجيب جوان اكتر. يعني عايز اقول لك ان انا يعني من المدربين اللي كانت بتحبني شخصيا ومقتنع بيا جوزيه.
يعني كان بيحبني حب كده غريب، تحس ان هو يعني حتى لما مشي بعدها 2002 لما جانا بونفرير بقى كانت اخر سنه ليا، وانا يعني ما حصلش نصيب وما جددتش، رحت المصري. هو رجع بعد توني ليفيرا بقى اول حاجه سال عليا والله. ده خلي بالك ساعه ما جاب السنه اللي جاب فيها عبد الحميد حسن كان عايز يجيبني انا اساسا، بس ما عرفش يخلصني من بتروجيت. كنت بتروجيت صح ساعتها؟ كنت بتروجيت. فبالنسبه لك كان ماتش 6-1 ده كان نفسك تلعب؟ طبعا. كنت بقول لك يعني مباراه يعني انت عارف يعني، وبعدين انا كان حظي وحش جدا مع الزمالك، كل ما احرز هدف يعني النتيجه ما تبقاش في صالحنا. طبعا جبت فيهم 3 اجوان وانا في الاهلي. كلهم مباريات يعني يا تعادلنا يا اتغلبنا. خلي بالك الزمالك في كل نادي اروحه اجيب فيه جوان، يعني مين جبت فيه جوان؟ المصري، بتروجيت جبت فيهم جوان. وما كسبناش ولا ماتش. كويس كويس انت ما لعبتش الماتش ده على الاقل. الحمد لله. لكن مع الاسماعيلي الحقيقه 4-4 ده كان ماتش تاريخي. طبعا ماتش عالمي، انت نزلت قلبت الدنيا، كانت 4-3-2 للاسماعيلي. كان الاسماعيلي 3-2 3-3 4-3. بص الاسماعيلي كان متقدم على طول 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 بعد كده 4-3 الجول اللي جبته بعد كده 4، يعني ما تقدمش النادي الاهلي الا لما الحمد لله لما نزلت انا اتعادلت 3-3. انا اللي عامل الجول كمان لبلال. لبلال. عديت وبتاع وحطيت كره في القائم وكره شالها صبحي، لا يعني عملت شغل جامد لما نزلت الماتش. بص خلي بالك مدربين، يعني احنا بنشتغل تدريب دلوقتي بنستفاد من المدربين ازاي؟ بالمواقف اللي احنا عشناها معاهم. اوكي. مانويل جوزيه من المدربين. طبعا هو كان فكره عالي جدا في الكوره و و و والكلام ده كله، لكن كان عنده ميزه غريبه جدا. بيعرف يتعامل مع كل لعيب بشخصيته. صحيح. يعني انا كان بص كان دايما يهرج معايا ويضحك معايا ويقول لي، يعني بقول لك ايه، من المدربين طبعا صعب جدا ان لاعب يقعد هو مبسوط. يعني انا من اللعيبه اللي كنت، مع ان انا غيور جدا ومعروف عني ان انا لما بقعد احتياطي بعمل كوارث يعني. لكن جوزيه لا، ولا بص ولا عرفت معاه حاجه. انا بحبه يعني، عارف من المدربين انا بحبهم يعني. على الرغم ان هو يعني انت في السنه اللي هو مشي فيها انت كمان مشيت. لا انا مشيت السنه اللي بعدها بقى، او السنه اللي بعديها. يعني السنه دي برضو كنت ماشي يعني، كنت بلعب على فترات، بس لما كنت بلعب كنت بمؤثر. اوكي. اللي هو مشي فيها. السنه اللي هو كان موجود فيها ومشي، لحقنا فيها 2001 ومشي، وبعد كده جه بونفرير. بونفرير ده اللي سود الدنيا خالص يعني. يعني بص ايه الفرق من وجهه نظرك ما بين بونفرير وجوزيه؟ لا بص ال 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 خلي بالك عشان بس الناس تبقى فاهمه، الكوره او المدربين مدارس. اوكي. كل مدرسه بيبقى ليها مدرب مخصوص. المدرسه البرتغاليه تختلف تماما عن الهولنديه. الهولنديه يحبوا الخط والرزع والكلام ده كله. يعني ايه يعني علاء؟ يعني لما حد يجي يقول لك ان هناك فارق ما بين المدرسه الهولنديه والمدرسه البرازيليه، طبعا حقيقي؟ اقول لك ليه؟ جوزيه مثلا محمد فضل. اوكي. قال له انت ما ينفعش تلعب راس حربه، ما ينفعش تلعب كوره، تلعب طايره، تلعب سله، لكن ما تلعبش كره قدم. السنه اللي بعدها راح الاسماعيلي؟ لا مش الاسماعيلي، لا كان معانا لسه ما مشيش. ده جوزيه اللي مشي. حلو. كمل معانا بونفرير، كان يمكن انا كان جوزيه مش مأيده في افريقيا فضل. اوكي. خلي بالك، وانا كنت متأيد افريقيا، كان هو بيلعب فضل عليا السنه كلها. بونفرير. هو واحمد صلاح حسن. والاثنين اللي مشوا بونفرير. طب والله بكلمك ماتش انبي ضيعوا جوان كتير. لا بقول لك ايه يعني، طب انا اقول لك على حاجه، الكابتن طارق سليم الله يرحمه ربنا يمسيه بالخير يعني، كان من الناس المقتنعه بيا جدا، كان مدير كره وكان الكابتن علاء عبد الصادق معايا يعني. فكان تعب معاه علاء ابراهيم مع بونفرير. ده بونفرير جه قال لي انت هتمشي. قلت له انا عارف اني همشي، كانت اخر سنه ليا وطبعا ما كنتش بشارك، مع اني كنت بنزل بجيب اجوان. لكن كان هو قال لي انت هتمشي. قلت له بقول لك ايه، والله في الجزيره يا اسلام، قلت له ما حدش عارف مين هيمشي قبل مين. المدرب. والله انا اقول لك ماتش انبي ده الكابتن علاء ابو صادق يعني حي يرزق يعني، تعب مع بونفرير ده عشان ياخدني. الماتش ده قال له ده الوحيد اللي يعني بعد بلال هو الوحيد اللي بيجيب لك جون يعني. ده لا قال لك لا، بفضل واحمد صلاح حسني. ضيعوا جوان هو والاثنين مشوه يعني. والاثنين مشوه يعني. بعدها برضه تهيألي فضل مشي وصلاح كابتن يعني. فضل تقريبا بعدها بسنه
تقريبا مشي راح الاسماعيلي، واحمد صلاح مش عارف بقى يعني مشي وبطل وراح اتجه للتمثيل بقى للاعلام دلوقتي، بيعمل مسلسلات وافلام وافلام وبتاع وقصص من الحاجات دي. اسهل يا عم شويه من اللي يا ريت كنا كده، يا ريت يعرف. وده بقى احمد خدني معاك الله يبارك لك. كره القدم صعبه جدا. كمان في مشكله كبيره جدا للعيبه، كمان في نسبه كبيره جدا ما يعرفوش يعملوا حاجه في حياتهم الا الكوره. صحيح، وللاسف انا منهم. اوكي، يعني انا ما اعرفش حاجه غير الكوره، اتولدت كوره. يعني لا اعرف اشتغل، لا اعرف اشيل حاجه، لا اعرف، ما اعرفش اعمل اي حاجه خالص خالص خالص. تعمل ايه دلوقتي بقى؟ على تدريب برضه، هو برضه كوره. والطبيعه بتاعتنا مخلينا برضه بعاد شويه، يعني برضه الصعايده يعني لينا برضو قصه غريبه كده. ايه اللي حصل؟ احكي لنا انت عملت. يعني انا يعني اللي انا فاكره، انا دايما بتابع الشباب اللي في الجيل بتاعنا. انا عارف انت عملت مع ايسترن كامب اللي هم الشرقيه للدخان ساعتها. بالظبط. ان انت عملت معاهم شغل كويس جدا وصعدت بيهم وعملت عملت شغل كويس جدا معاهم. بص انا اشتغلت في يعني بدايتي كمان ما كانش في النادي الاهلي. اوكي. اشتغلت مع نادي نجوم المستقبل. اوكي. النادي ده الحقيقه يعني ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا، يعني كبرني الحقيقه. اشتغلت في الناشئين وبعد كده بقيت مدرب عام وبعد كده مدير فني، هو اللي قدم لي الناس ان انا بقيت مدير فني. اوكي. نادي نجوم المستقبل الحقيقه يعني. نعم. اللي الحقيقه ان انا اتمنى ان هو يرجع تاني الدوري الممتاز. بدات فيه، بعد كده بديت بقى اخش بقى كفر الشيخ، ديكرنس، نابرول. اشتغلت في حوالي 10 12 نادي على ال 10 يعني 10 11 سنه اللي فاتوا. شفت كتير قوي. بس اتعلمت منهم كتير قوي. بص التدريب تقعد تسمع وتتفرج وتتكلم وتسمع من الناس، وانا خدت على فكره السي والبي في افريقيا، وناس محاضرين كبير جدا خدوا، يعني جم يدونا محاضرات ولا بنستفاد اي حاجه، كله ده هكس. لا يا راجل. طبعا. بس ورقه لازم تبقى معاك. لا بص، ان انت تقعد في المباراه، لا دي قصه ثانيه خالص. قصه ثانيه خالص. يعني الحمد لله عملنا انجازات، بس مش ان انت تطلع من فرقه، لا صعبه يعني. لكن لما ربنا اكرمني بالشارع الدخان، نادي فيه امكانيات كبيره جدا، ودلوقتي الكوره امكانيات. صحيح. كان اديلهم سنه او سنتين في الدرجه الثالثه بيحاولوا، كان بينافسوا فرقه كبيره جدا، كان البنك الاهلي السنه الاولانيه. السنه دي اللي صعد فيها البنك الممتاز، وبعد كده راح طلع الدوري الممتاز على طول. السنه اللي بعدها الاتصالات. برضو امكانيات كبيره جدا، كبير اكبر من الدخان، والحمد لله قدرنا نصعد بقى من الثالثه للثانيه. حلو. ومن الثانيه بقى دخلنا، يعني كان احنا كنا موفقين ان احنا نروح مجموعه الصعيد. حلو. طبعا كنا موفقين جدا ان احنا اتحطينا في مجموعه الصعيد. مجموعه الصعيد ميزتها ان انا لعبت 7-8 سنين في مجموعه الصعيد. انت علاء ابراهيم. طبعا. وانا لعيب وانا في الدنيا. صحيح. فكل الملاعب اللي انا رايحها حافظها. عارفها، حافظها. حافظ الاماكن، وكنت وانا اروح قبل ما يروح اقول له للاداريين في فندق كذا احجز في كذا، اعمل كذا، هنتمرن في كذا، خلي بالكم الملعب ده حافظ في كذا. كل حاجه. كل حاجه يعني. مخلص. يعني من ضمن الحاجات يعني الامكانيات برضو ساعدتنا بشكل كويس، الحمد لله تصدرنا. من اقول لك يمكن ما كانش ترتيبنا ان احنا كده، لكن الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا تصدرنا من الاسبوع الاول للاسبوع ال 24. تخيل؟ من الاسبوع الاول. حلو ده جدا. كان باقي 6 اسابيع، وست اسابيع فيهم 4 فرق أو 5 فرق من اللي نزلوا. حلو. يعني وايه، والدور الاولاني كاسبينهم في ارضهم بارقام، يعني 3-2 الكلام ده كله، فالموضوع كان سهل يعني. فال 24 ده اول مره من سنتين ان انا اصعد من درجه الثالثه للثانيه ومن الثانيه للممتاز، اول مره اخسر ماتشين ورا بعض. مشيت. وانا اول. مشوك. وانا اول. أوكي. وفرق بونت كمان. كنت فارق 7 بونت. اوكي. يعني كنت فارق 7 بونت، حتى قالوا لي يعني انت ضيعت 7 بونت. 7 بونت؟ طب انا مين اللي جاب ال7 بونت؟ يعني انتوا اللي جبتوا 7 بونت ولا احنا اللي جايبين ال7 بونت الفرق؟ وبعدين في ماتشين يعني، لا يعني هو كان برضو الحقيقه انا مشيت في ظروف يعني صعبه. لا يعني في ظروف مش كوره. اوكي. يعني ما فيش حد يقول ان لعيب مدرب ماشي اول وكده، الا هم بقى شايفين ان انا مدرب ما عنديش فكره. ممكن. ما عندكش فكره بعد سنتين؟ ما انا اقول لك الحاجه، بعد صعود وصعود في الدوري في الدرجه الثالثه 26 مباراه. حلو. كسبت 24. طب ما تخيل؟ يعني هو لا، كسبت 22 وتعادلت 2 وخسرت 2. حلو جدا برضو. تمام؟ وطلعت وصعد 22. بالظبط. وطلعنا الممتاز. الممتاز 4 ماتشات خسرتهم. و3 ماتشات تعادل او ماتشين تعادل تقريبا. منهم الماتشين الاخرانيين دول. وايه مع المنافس المباشر ليك، يعني تلعب الالومنيوم تاني ورايا في الالومنيوم. يعني تعمل ايه؟ واتنين واحد.
يعني مش كان مش اللي انا فاكره الوقت ده، دي حقيقه الكلام ده كان من 3 4 سنين صح؟ لا السنه اللي قبل اللي فاتت، اللي قبل سنتين يعني. كانت العلاقه رايحه في شد وجذب وكلام ورايحه وجايه ما بينك وما بين الشرقيه للدخان يعني. هو يعني بص انت كنت متضايق منه يعني؟ انا اقول لك انا اتضايقت ليه، لان انا عشت معاهم سنتين. اوكي. وبعدين قبلها يعني قبل انا ما اروح لهم كانوا بيعانوا ان يطلعوا من الدرجه الثالثه للثانيه، كان بيعانوا. اوكي. بامكانياتهم دي، فلما جيت الحمد لله عملت لهم نظام لدرجه لحد دلوقتي ماشيين على اللائحه اللي انا عاملها. بس الكره هي كره كده على لا لا مش هقول لك، ما انا هقول لك اتفضل. مشيت بطريقه مش كويسه. مش لطيفه. لا لا طريقه ديرتي يعني. ماشي. ديرتي كبير جدا يعني. وكمان ايه ما احترمونيش. يعني ايه انت حتى لو انت خلاص خدت القرار طبيعي ان انت بتتكلم ان المفروض ان على الاقل ان انا اتكرم. ان هم بعد لما صعدوا ممتاز وعملوا مشكله مع المدرب اللي جه بعديه كابتن علاء نوح وما وفقش في الدوري الممتاز. قال لك اللي صعدنا علاء ابراهيم. طب انت احترمت علاء ابراهيم؟ لا. على الاقل انت كلمني ماشي ما فيش انت خايف ان انت ما تصعدش وانا شايف ان انا مثلا كذا ولا كذا كلمني قول لي. لكن انا عرفت ان انا مشيت من الصحفيين. من الاعلام. من الاعلام. ده ما يصحش. طبعا. هو ده اللي ضايقني كان. وبعدين انا كانت تربطني بيهم علاقه كويسه يعني انت فاهم يعني. ايوه لا ما فيش مشكله. هم ناس محترمين حقيقه. لكن كان في توجهات تانية بقى لعيبه بقى ولعيبه تخش ولعيبه تطلع ولعيبه تعمل واعتقد النتيجه باينه يعني بس. نزلوا برضو بشكل صراحه مع ان كابتن علاء عبد العال عمل معاهم شغل في الدور الثاني الحقيقه تحديدا. الدور الثاني بس خلي بالك يعني كل واحد فتره ليها برضو. كابتن علاء برضو جه في واحد جاب 18 لعيب اعراض. اعراض. اوكي. واللي مشوا 16 لعيب كان عندهم ازمه قيد قبلها صح؟ طبعا. وال 16 لعيب برضو يعني الدوري الممتاز اللي هم جم من اول السنه مشوا برضو عاملين لهم مشاكل. اوكي. فالله يكون في عونهم يعني. شاي الدخان الحقيقه من الانديه اللي لازم تبقى دوري ممتاز. لازم تبقى دوري ممتاز. طبعا امكانياتها بتقول كده على الاقل. ملعب لا يعني حاجه عندهم رئيس شركه برضو مركز في الكوره قوي يعني في الكوره وعايز يبقى لان الراجل ده انا كنت معاه من الدرجه الثالثه. يقول لي انا عايز ابقى في الممتاز. يقول لي انا عايز والله كده. قال لي انا عايز اقعد كامل جنب الكابتن خطيب. فعلا؟ والله قال لي كده. قال لي انا كده. قال لي انا عايز اقعد في الاعزاز في الدوري الممتاز. والله اقعد جنب الكابتن خطيب. قلت له حاضر. لو عرضوا عليك دلوقتي تدربهم تاني هتوافق؟ ما اعتقدش ان لا يا علاء الكوره الكوره ما فيش اهو. وبعدين هو يعني الامانه برضو من الانديه اللي تنجحك. والله. طبعا. نتكلم على الاهلي شويه بقى. خلي بالك وراح للاهلي. اسم البرنامج نفسه جميل. انا ببقى يعني انا طبعا قناه الاهلي والاهلي طبعا بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. انت عارف يعني مش للاعلام يعني. يا عم انت مغلبنا بقالك 3-4 اسابيع بقول لهم كابتن علاء. يا عم فين يا عم ولا حاجه. مش فاضي. انا موجود والله بس يعني كانت عندي حاله وفاه كده خالي من الناس اللي كانت مربياني يعني. قدام لله يا حبيبي. فتوفى فبيني وبينك يعني كنت متضايق. نفسيا. يعني كنت الحقيقه كنت عامل نفسي انه كان قريب مني جدا وكنت بحبه جدا. الله يرحمه. لدرجه ومات فجاه ورقمه كان متسجل عندي على يعني على السجل المكالمات كان لسه ما اتشالش يعني من يومين كان مكلمني وفجاه قالوا لي ده توفى. انا لله فنفسيا كده كنت متضايق. فكلموني الحقيقه قلت لهم والله انا يعني ما ينفعش ما اقولش يعني. لا حبيبي انت كل فتره محتاج ان انت تطل على جمهور النادي الاهلي وبالتالي يعني هو ده اللي احنا كنا عايزين نقوله ان احنا يعني جمهور الاهلي يشوفك من خلال البيت الكبير فقط لا غير يعني. يعني عايز اقول لك انت من الناس اللي الجمهور الاهلي بيحبهم. عايز اقول لك احنا انا نفسي ببقى سعيد ان انا جاي الاهلي. انا بحس ان انا اول مره اخش النادي الاهلي. بفتكر وانا جايب المنيا كده في شنطتي من القطر في محطه رمسيس وانا رايح الاهلي. احكي لنا الحته القصه دي حلوه برضو. اصل القصه حلوه جدا. خلي بالك انت لما بتحكي قصه زي دي انت ما بتحكيش قصه. انت بتحكي في شباب صغير قاعد بيتفرج على علاء ابراهيم يمكن ما يكونش ما شافش علاء ابراهيم وهو بيلعب شاف اجوان علاء ابراهيم بس طبعا. فشاف عايز يعرف هو علاء جاي من المنيا للنادي الاهلي جه ازاي؟ ايه اللي حصل؟ هل هي زي ما بيتقال كده ان الانديه الكبيره دي بيبقى فيها واسطه واللي مش عارف ايه والكلام ولا ايه الصعوبات؟ الدنيا مشيت ازاي لغايه لما وصلت للنادي الاهلي؟ لا شوف يعني قصه كبيره جدا يعني احكي. النادي الاهلي بالنسبه لنا يعني اقول لك مش يعني حلم كبير جدا لكل احنا في الصعيد. احنا الصعيد مثلا من باول بني سويف الفيوم المنيا اسيوط يعني معظم الصعيد 90 95% اهلاويه. اوكي. واهلاويه كمان بصعايده يعني اهلاويه متعصبين.
بنحب الاهلي قوي قوي يعني فوق ما تتخيل. فبالنسبه لي كان حلم حياتي ان انا كنت بلعب وكنت بقول لهم كده انا بشتغل بلعب عشان الاهلي عشان اروح الاهلي. فتخيل فجاه اروح الاهلي. انا كان خمس ست سنين بلعب درجه اولى هداف الثلاث مجموعات بتاع الممتاز، كان طبعا مجموعه الصعيد لوحدها وكنا بنحاول لكن ما وفقناش الصعود الا السنه اللي هو مسكنا فيها الكابتن حسن شحاته. مظبوط. اول فرقه نصعد يصعدنا الكابتن حسن هلمينيا. السنه الثانيه رحنا صاعدين دوري ممتاز اتشافنا بقى. احنا قبل كده كان في لعيبه كبيره جدا يعني خلي بالك كان عندنا لعيبه كويسه جدا، عماد النحاس المنيا ما هو لسه كنت هقول لك احمد حسن كان كلنا منتخب صعيد ومنتخب المنيا يعني كابتن جان عبد الرسول قبلكم بقى بشويه طبعا نجم كبير. يا نهار ابيض على الكوره. انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن انا من يومين ثلاثه كانت قرعه الدوري المصري وكان بيكرموا الهدافين. صحيح طبعا انا كنت هداف الدوري فروحت اتكرم، كان قاعد جنبي الكابتن حمدي الكاس طبعا نجم كبير. ف طالع كابتن محمد مشاي بتاع المحله بقول له مين ده انا مش عارفه، قال لي يا نهار ابيض، قاعد يتكلم عليه بقى يعني قاعد يحكي لك ايه ده. فبقول له يا كابتن كاس تخيل شوف الاجيال اللي بعدكم عامله ازاي، المواهب اسلام بتقل يعني شوف الكابتن كابتن كاس بيتكلم على المشاي عامل ازاي، وانا شايف الكابتن كاس حاجه كان برضو حاجه طبعا جدا. كابتن احمد ده نجم كبير طبعا واللي ورايا شايف علاء ابراهيم برضو كان هداف كبير، بعديها تلاقي حسام باولو احمد الشيخ مش عارف مين تاني تقريبا زيزو السنه اللي فاتت ضربات جزاء. فين المهاجمين؟ المواهب بتقل. كابتن شمد رسول ده انا وانا كنت ناشي بقى كان بينزل معانا، كان لسه راجع من العمليه بتاعه الرجليه الحادثه دي ونزل معانا. ايه ده؟ ده كان بعد الحادثه انا ما شفتوش قبل الحادثه، انا اتفرجت عليه بقى في المنتخب لكن بعد الحادثه نزل ده كان نزل معانا يتمرن معانا مره. اسلام ايه ده؟ يا نهار ابيض حته لعيب. ما عشان كده انا بقول لحضرتك انت لما تكون موجود في قناه النادي الاهلي فانت دلوقتي بعد ما تخلص هتلاقي الناس الشباب اللي قاعد بيتفرج علينا بيشوف الاجوان بتاعت علاء ابراهيم مع القصه بتاعتك هيسمع يعني يا جماعه الحياه مش كلها كده، الحياه فيها صعوبات كبيره جدا عشان تقدر تصل ان انت تلعب في النادي الاهلي مهما كان اسمك او مهما كان تاريخك. شوف يعني مش انا بس يعني، طب انا اقول لك حاجه، لسه معتزل دلوقتي مين؟ مش وليد سليمان؟ عامل جنايات عشان يروح الاهلي. صحيح صحيح. وتعب تعب مش عايز اقول لك. صح. يمكن انا خمس سنين معايا بتروجيت يعني كان ابني كنت محتضنه. والله؟ طبعا. ولا لا بقول لك الصعيد كل هدفنا الاهلي. انا بقول لك اليوم اللي انا جيت شلت شنطتي دي ورحت ركبت القطر وجيت الاهلي انا مش مصدق. انا يمكن جيت مره قبل كده كنا بلعب مباراه وديه بس مع الاهلي المنيا والاهلي في الدوري الممتاز، بس ادي المره اللي دخلت في الجزيره. تاني مره اللي انا رحت بقى امضي واخلص والكلام ده كله. لا الاهلي بالنسبه لنا يعني حاجه كبيره جدا بندافع. في ناس ممكن تبقى يعني صعبه شويه في الدفاع ممكن تتقرر، وفي ناس زي كده متوسطه، لكن بالنسبه لنا الاهلي لا مش يعني احنا غصب عننا احنا بندافع على الاهلي. انا يمكن في القرعه برضو كان حصل موقف كده وبتوع الاسماعيلي كان يعني متضايقين ان اول ماتش الاهلي ومش عارف مباراه والامن بتلعبوا في الاهلي، وانا اقول لهم يا عم طب هات موافقه الامن والاهلي يلعب في الاهلي. الاسماعيلي مشكله يعني انت فاهم عارف بتكلم بحرقه كده يعني انت فاهم ازاي. فالاهلي بالنسبه لنا يعني احنا بندافع عليه بصرف النظر احنا بقى قريبين بعاد في بنتمرن بنعمل عشان برضو في نغمه طلعت بعد كده يقول لك ان انت لازم تستفيد او لازم تدرب. لا طبعا اطلاقا بالعكس خالص. احنا اللي بيحب الاهلي بيحب النادي الاهلي. انا شخصيا انا مستعد افجر نفسي في النادي الاهلي عشان تبقوا فاهمين. انا شفت خيال رياضيا يعني رياضيا افجر نفسي يعني بص يتمرن ويجري او يمرن او بعيد يعني مش مهم ان انا ابقى موجود في النادي وغيري امثالي كتير جدا جدا ممكن في نماذج صغيره بتطلع مواقف مثلا ابنه مثلا ما لعبش كده الكلام ده كله يعني نفسه ممسك حاجه في الاهلي وما مسكش فممكن يبقى تحصل لكن مش ده صح. لكن احنا كلنا كاهلاويه بنعشق النادي الاهلي. انا الحقيقه من الناس اللي كنت اتمنى ان انا العب اعمل اوفر لعلاء ابراهيم صراحه يعني والله العظيم لعيب اصل انا لعبت ضده يعني انا للاسف الشديد انا ما لعبتش مع علاء في النادي الاهلي ولكن لعبت ضد علاء وانا بلعب في انديه اخرى مع نادي الاسماعيلي مثلا ماتش 4-4 ده انا اللي كنت ماسك علاء ابراهيم فانا عارف علاء ابراهيم يعني انا جبت جون وهو انا جبت جون في النادي الاهلي لو تفتكر ضرب الجزاء وعلاء برده جاب جون بس عمل الجون الثاني اللي هو الرابع لبلال لا او الثالث انا اسف لبلال الرابع اللي جبته حاجه كده يعني برده فواحد من الناس
واعتقد ان انت جيت الاهلي بسبب جول انت جبته مع المنيا في الاهلي. اه انا بص انا كنت كان قبلها كان جول عالمي انا فاكره، ما اعرفش انا صح ولا غلط. اللي انا عديته ورحت مرقص يوسف وبعد كده العصام الحضري وحطيته. اه هتهولمان ماشي. انا قبلها كنت المفروض اجي النادي الاهلي. اوكي. وكان ماسك هولمان اللي هم اللي الفتره دي اللي هرب فيها وراح جه سوبل. اوكي. فتسوبل قالوا له في لعيب في المنيا كذا كذا، قال لهم لا انا عايز اشوفه يعني اشوفه الاول. اه فكانت بعدها يعني فيديوهات تقصد ولا شوفوا لا شوفوا لا ما كانش فيه بقى فيديوهات والكلام فيديوهات ده كله يعني كان مباراه الاهلي بس اللي بتذاع، الاهلي والزمالك بس اللي بيتذاع مش الكلام ده صح. فقال لك اشوفه في ماتشنا. بس كان حظي حلو ان كان كابتن طاهر ابو زيد كان عضو مجلس اداره ساعتها. وكنت بلعب الشمس، بلعب الشمس المنيا والشمس في الدوري الممتاز. ايوه. وشافني. ايوه. برضه راح اكد على الكلام ان انا يعني لعيب كويس، لا في المنيا في لعيب فرد كويس كذا كذا كذا. جينا بقى الاهلي هيلعب المنيا عندنا بقى في المنيا مباراه العوده يعني. اوكي. مباراه طبعا الجمهور اهلي مش منيا يعني. جمهور المنيا اهلاوي طبعا بيشجع الاهلي. اه طبعا. يعني انا جبت جون يعني اه في فرحه بعض الناس، لكن هم جابوا جونين بعد كده كابتن حسام جاب جون وبعد كده فيليكس جاب جون كسبوا 2-1. بس انا كنا يعني انا جبت جون وبعد كده جالنا ضرب جزاء طاعت وبعد كده الاهلي تعادل كابتن حسام وبعد كده فيليكس جاب جون. بعد المباراه خلاص بقى يعني كلموني ان انا خلاص قال لك انا عايزك تيجي الاهلي. اه خلاص خلاص. خلصت. دي كانت البدايه معاك يا كابتن علاء. وايه اللي حصل بعد كده بقى يعني؟ معلش احكي لي الموضوع ده مشي ازاي يعني؟ خلاص تم الاتفاق وكل حاجه، انت عملت ايه؟ رحت ازاي؟ القطر، النزول، الحاجات اللي انت بتحكيها دي حلوه قوي، لطيفه جدا. كان الدوري لسه ما خلصش، كان فاضل فيها حوالي 4-5 اسابيع. كان طبعا كان جاي لي بقى الاسماعيلي ومصري وزمالك. اوكي. ويعني كان كذا نادي بقى. اه بالظبط كده يعني بس انا كنت يعني طموحي الاهلي يعني. تخيل بعتوا لي الشيك طبعا ان نادي المنيا مجلس ادارته ناس يعني بتحب النادي الاهلي وبتقدر اللعيبه. والحقيقه ما كان وقتها كان ال 250 الف جنيه ده كان رقم كبير جدا. رقم عالمي. اه رقم كانك دافع 250 مليون. اه بالظبط كده يعني حاجه جامده جدا. فالمهم كلمت الناس وبتاع فقالوا لي خلاص يعني انت في ناس بتضغط عليك وبتاع. وكان ناس الزمالك كان بيضغط كده، كان اللواء علاء مالد كان ماسك عندنا في الامن العام في المنيا كان. أوكي. لسه في الخدمه. الخدمه يعني. اه طبعا. وكان عايزني اروح الزمالك. اه قلت لهم في الاهلي لو بعت لي وقال لي امضي وخد المديريه عنده، قال لي امضي همضي وانا هعمل ايه؟ فقال لي طيب خلاص. كابتن ثابت الله يرحمه من الناس برضو السبب من اسباب ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. ايوه. فبعت لي الاداري فعملت مجلس اداره وقلت لهم الراجل جايب الشيك، جه الشيك ورحت ماضي وخلصت الاستغناء وتمام تمام. لا مضيت عقود بقى ولا الكلام ده كله. اوكي. خلص الدوري كلمني كابتن ثابت قال لي تعالى لي بقى عشان تمضي العقد. وقال لي اول تفتكر كان بكام العقد ولا؟ بص انا مضيت ولا يعني تعرفش يعني حاجه؟ انا ما اعرفش يعني. هو طبعا اللعيبه دي حققها يعني، كل اللعيبه اللي بتروح النادي الاهلي دي حققها انها تتكلم في ارقام يعني. او اللعيبه اللي في الاهلي وعايزه ما رضتش تجدد وشافت حاجه اعلى من كده وتمشي برضه حقها. لكن احنا زمان ما كانش فيه الكلام ده. ما كانش فيه الكلام ده خالص. لا خالص. انت بتمضي وخلاص. يعني مين اعلى من تريكا مثلا في المجموعه الاخيره دي، الفتره الاخيره دي؟ مين؟ صحيح. مش شايف. لا ابو تريكا لا ما تقوليش بقى فلان ولا علان. لا لا من غير اسماء، هو تريكا ما فيش يعني. صح كده؟ بندى على بياض. كلنا كنا كده. انا قبل ما امشي قلت للكابتن عادل القيعي كان موجود طبعا في لجنه التعاقدات، انا امضي انت محتاجني امضي. امضي. ما تعرفش انت هتاخد ايه. انا مضيت وما اعرفش اخد ايه. لكن على حسب الفئه اللي بيصنفك فيها النادي. هو يعني هو النادي اللي بيقول مش انت اللي بتقعد يعني. انا بستغرب من اللعيبه اللي تيجي تقول لك مثلا ناخد قد كده، لا انت قد كده، لا اختلفنا على الفلوس مش عارف. يعني انا بستغرب الحقيقه مش يعني مش مستوعب. الازمنه اتغيرت. الازمنه اتغيرت ما اعرفش. بس يمكن زمان كان في القاعده كانت عريضه شويه، كان في علاء ابراهيم كذا واحد. اوكي. لكن دلوقتي مثلا مفيش الا واحد اتنين النادي الاهلي او الانديه الثانيه بتتصارع عليه. فاللي بيجي له اكتر. لكن النادي الاهلي لا يقدر بمال الحقيقه. ده في وجهه نظري يعني. كلام محترم جدا يا علاء الحقيقه، وكلام يستحق كل تحيه وكل تقدير. انا عايزكم تستمتعوا بالاهداف اللي جايبها كابتن علاء ابراهيم لكل الشباب اللي ما يعني ما شافش كابتن علاء. اتفرجوا، خشوا اتفرجوا على ما تجيب لنا عم ماتش الاسماعيلي ده عامل جون عالمي. طب تطلع فاصل الاول بعدين نرجع عشان تطلع فاصل. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل. انت هتجيب ميه الجون واحنا طالعين فاصل. طيب نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. وبيطولها لقدام محمد عبد المجيد
خلاص علاء ابراهيم، علاء ابراهيم، علاء ابراهيم، علاء ابراهيم، هو جول، هو جول، هو جول المانيا. اعترضت عليها الهجمات المرتده السريعه والخاطفه اللي انا بتكلم عليها في ابتداء الشوط الاول. وادي علاء ابراهيم ورقص عصام الحضري ودخل جوه المنطقه، ودخل جوه المنطقه ومن بعيد حطها في الزاويه البعيده. وده اللي انا بقوله لحضراتكم، المانيا او الفرقتين عموما بيلعبوا على الهجمات المرتده السريعه والخاطفه، وده اللي انا قلته في الشوط الاول وفتحت بيه الشوط الثاني وقلت العبها ناحيه اليمين. جون حلو، ده الجون اللي خلاك تيجي الاهلي. هو ده المباراه دي اللي كانت في مباراه المنيا والاهلي. المنيا والاهلي في المنيا. المباراه دي بس ملعب حلو برضه. للاسف دلوقتي ما فيش استاد منيا. ليه؟ مش عارف، استاد المنيا دلوقتي متبهدل. مش كده خالص؟ خالص، لا ده شالوا الارضيه وشالوا المدرجات وما اعرفش حتى يعني يا ريت الوزير دكتور اشرف صبحي ينظر. لا لا لا، ده اكيد هيبقى بدايه لاحلاء وتجديد جديد، لان الدوله مهتمه جدا بانشاء ملاعب كثيره جدا. المنيا المنيا والمنيا عروس الصعيد، عروس الصعيد طبعا اسم كبير جدا، لازم طبعا لازم يبقى فيها استاد، واستاد كبير جدا. هو فيها استاد بس جامعه المنيا، وده تبع خاص بجامعه المنيا. اوكي، لكن استاد المنيا كان حاجه جامده جدا. اوكي، اهلي وزمالك بيروحوا فيه، منتخب مصر كابتن جوهري لعب فيه. لعب فيه انا طبعا. ماتش تكريم الكابتن هشام عبد الرسول. كابتن هشام عبد الرسول يعني الحقيقه، لا يعني لازم نظره للمنيا الحقيقه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. طيب خلينا نروح للاهلي بقى شويه، نتكلم عن النادي الاهلي ووجهه نظرك في النادي الاهلي. احنا ما شفناش حاجه لسه، هي مباراه واحده تقريبا ب90 دقيقة، ولا يمكن الحكم على مدرب ولا على لاعبين، ولكن بشكل عام ايه اللي انت شايفه في النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة؟ شوف يعني كل الناس بتقول لك الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي واللعيبة، هو النادي الاهلي ما عنده اللعيبة. يعني النادي الاهلي يعني اللي مشوا لو في أندية تانية السنة دي هنكون هنجري وراهم عشان يجوا. يعني اللي مشوا، يعني اللي مشيناهم. لكن القصة النادي الاهلي كان في منظومه كده حواليه ما تعرفش، يعني في ناس عايزه تفشل النادي الاهلي. اوكي. حكام، يعني وفي اكتر من الاتحاد الافريقي مباراه بلعب مع المنافس الاساسي بتاعي في ملعبه. يعني في حاجات غريبه كانت بتحصل او حصلت الفتره دي. دوري الابطال. بالظبط، يعني وللاسف للاسف احنا برضو يعني مش عايز اقول اتجرينا ليها ومشينا في سكه، والاعلام بدا يصدر المباراه. هتعمل ايه؟ يعني للاسف ما انت لازم ترد ولازم تتكلم ولازم بالزبط تبقى واقف عشان بالظبط. لكن البدايه انا يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده لقنوات تانية، لكن عايز اقول لك انا كاهلاوي بعيد بقى ان انا علي ابراهيم ولعبت والكلام ده، لا كتير عليا 3 سنين دوري يبقى بعيد عني يعني. كتير قوي. سنتين. طب يعني دي الثالثه. ما انا بقول لك كتير قوي. ايوه انا بقول لك يعني كتير قوي هيبقى 3 سنين كنت بعيد عن الدوري. لا انا كاهلاوي كمشجع اهلاوي بقى لا كتير قوي. ممكن انا نفسي كعلاء ابراهيم ما يعني ممكن يبقى رد فعل ما اعرفش اعمل ايه يعني، بس لكن لا يعني كتير قوي. ما حصلتش قبل كده طبعا. كتير طبعا 3 سنين كتير جدا جدا. ده لما حصل الاحلال والتجديد بتاع 2000 و2001 لا احنا حققنا بعدها. لكن 3 سنين كتير قوي الحقيقه. مجموعه اللعيبه اللي لا انت على اي اساس انت بتقول السنه دي؟ ده السنه دي لسه هتبدا. انا بقول لك يعني قصدي ان الثالثه دي لا قدر الله لو ما حصلش يبقى 3 سنين. اللي انا عايز لا ان شاء الله ما يعني اما انا بقول لك يعني سنتين يبقى دي الثالثه. لا يعني الثالثه لا صعبه جدا. يعني السنه دي لا يعني لازم يبقى في تركيز، لازم اللعيبه تحس. خلي بالك اتفضل من الحاجات المهمه جدا للنادي الاهلي جمهور. الله 50 طبعا. مش 50% 70% طبعا. اللعيبه نفسهم مش يعني مش عارف. هو طبعا ممكن السوشيال ميديا بقى والجمهور والناس في الشارع، لكن لا ده النادي الاهلي يا نهار ابيض. المباريات اللي احنا كنا بنلعب فيها في المدرجات احنا الناس دي والله يا علاء لما بنقول الكلام ده فعلا لما بقول يعني ساعدته طبعا. يمكن برضو انت تحس هذا الكلام. احنا لما كان يبقى عندك مثلا مصاب وفي الدقيقة 80 ولا 85 ومش قادر تجري ولا تحس، والجمهور يزعق زعقتين ولا يغني لك غنوتين، نهار ابيض، تلاقي نفسك جالك طاقة غير طبيعية غير اللي موجودة. ده كمان خلي بالك الجمهور قبل يعني على ايامنا احنا ما كانش فيه بقى التراس والكلام ده ويحفظوا اغاني، يعني كان جمهور عادي اللي هو يروح يشجع ويسقف ويلا، كنت تحس ان احنا داخلين خناقة. المباريات اللي خناقة حلوة. يعني انا عايز اقول لك حاجه، كان من شويه جبت جون بتاع المنصوره. هات لنا جون المنصوره يا سامي. اللي بدماغي ده في الدقيقه الاخيره.
ده في دقيقة الأخيرة في المنصورة. في المنصورة وجمهور الأهلي أكبر أكتر من جمهور المنصورة في المنصورة في في استاد المنصورة. واللي جاي من القاهرة كمان، مش عايز أقول لك اللي قاعدين في المنصورة مش اللي قاعدين، لا اللي جايين من القاهرة. لا الجمهور سحر. شوف المباريات الأفريقية الجمهور بيبقى عامل إزاي. يعني لا النادي الأهلي الوداد كسب الأهلي بجمهور فيها حاجة تاني. صحيح. فلو اتعادل 100 مرة المباراة دي ما نخسرش. اتعادل فاهم ما نخسرش. فنيا أنت أفضل. طبعًا. طبعًا. لكن الجمهور لا مفعول سحر. فأعتقد إن الفترة الجاية بيقولوا يعني كنت في القرعة من شوية كان الأستاذ أحمد دياب بيقول نائب أحمد دياب رئيس الرابطة بيقول 6000 6000 ممكن بعد كده إن شاء الله الدنيا تتحسن تبقى 7000 10000. لا دي هتفرق مع الأندية الجماهيرية جدًا طبعًا. طبعًا. جدًا. انت كلاعب لما تلاقي الاهلي بيلعب الزمالك حتى يعني بيلعب الفريقين الكبيرين في مصر سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك لما النادي الاهلي يلعب الزمالك ويبقى فيه استاد القاهره ده نصه اهلي ونصه زمالك حاجه برضه ما شفناش الموضوع ده بقالنا كتير ما شفناهوش. والمستوى نفسه اختلف. مستوى اختلف يعني خلي بالك المستوى نفسه اختلف في اللعيبه. خلي بالك انا في وجهه نظري مباراه السنغال بتاعت تصفيات كاس عالم من اسبابها جمهور السنغال. احنا كسبنا واحد والله. وحتى لما كنا في مصر اللعيبه مش متعوده يعني ممكن اللعيبه اللي لسه الجديد دي برده ما خدتش على احنا بره من امتى يا جماعه؟ من 2011 من 2010 11 تقريبا. 2011 معقوله؟ بتروح 11 سنه يعني. 11 سنه ما تدخل واللي يغلط يتعاقب. هو ايه المشكله؟ صحيح. وزي ما انت قلت ما هو في الاخر انت محتاج ايه غير ان انت تشوف الجمهور فعلا في المدرجات ان الجمهور المحترم الواعي اللي بيشجع فريقه اللي بيحب فريقه اللي هي المناوشات اللطيفه اللي كنا بنشوفها زمان لكن هناك مش اكتر من كده جد يعني بس هو لا برضو خلي بالك برضو اسلام خلينا نتكلم بشكل موضوع شويه. اتفضل. في لعيبه من هنا او نجوم من هنا ما شالوش لعيبه نجوم من هنا الاهلي ونجوم من الزمالك ونجوم من المصري ونجوم من الاسماعيلي بيزودوا الاحتفال. ده في المنصوره هو ده بس ما تكمل الكلام ده. شوف بس انا جريت على الجمهور اهو لو مش عارف عندنا بقيه الصوره بص الجمهور عامل ازاي في المنصوره. ده ماتش الاهلي والاسماعيلي ده لا كان الاستاد مليان. الاستاد مليان على اخره اهلي ونص ثلاث ارباع وربع اسماعيلي. وعايز اقول لك حاجه كنا بننافس احنا واسماعيلي. طب تعالى بعد المباراه ده قول لي مثلا كان في مشكله حصلت. ما حصلش حاجه خالص ولا الهوا خالص. يعني حتى لما كنا بنروح نلعب في الاسماعيلي عشان كان نادي الاسماعيلي بيقول لك ما بتجوش الاهلي ما برضو مش عارف ايه ما هو دوائر الامنيه انتوا اللي عاملينها. كنا بنروح كان في مناوشات وبتاع وشتيمه طبيعي لطيفه كلها حاجات لطيفه لكن ما فيش حاجه حصلت. يعني الاتوبيس مثلا اتكسر ولا مثلا اللعيب اتضرب. يعني حتى المصري ما كانش بيحصل فيه كده. يعني مش عارف الثقافه بتاعت الناس اتغيرت. يعني ما اعرفش كل حاجه اتغيرت. ما بقول لك في حاجات كتيره جدا اتغيرت بس لكن انا عايز النقطه دي مهمه جدا. اتفضل. النجوم مزوده الاحتقان شويه كمان. لا يعني انا شايف ان انت تطلع تدافع يا سيدي دافع. انا بدافع عن النادي الاهلي اهو. انا بقول لك انا اقول لك اعمل ايه على النادي الاهلي لكن دي عيب في انديه تانية. عشان الناس تقول لك عشان بيحب من انا مش محتاج ان انت تقول لي انا كده كده بحب النادي الاهلي بدافع عن النادي الاهلي. لكن ان انا اجي اتكلم على لعيب يعني زي من يومين ثلاثه الناس اللي بتتكلم على برونو سافيو ايه ده؟ ما يصحش يا سيدي. انت زملكاوي ماشي على عيني وراسي يا حبيبي. بعيدا عن انت مالك ومال الاهلي. بعيدا عن زملكاوي واهلاوي والله لا صدقني لان في ناس ما بيشجعوش الاهلي وزملكاويه قالوا لي اللي حصل ده غلط. خلي بالك هو في ناس زملكاويه كتير محترمه طبعا. لا كلهم محترمين طبعا. لكن انا قصدي ان انا اقول لك ايه علاء في الاخر انه بعيدا عن الاهلي والزمالك الانسانيه ما ينفعش ان انت كانسان يعني انت جاي لاعب كره جاي من البرازيل وجاي يلعب في النادي الاهلي ينفع تقول عليه كده؟ وليه؟ وحتى الان لم يتم اتخاذ اي قرار. دي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي الحقيقه. هو لازم الاهلي برضو يصعد الموضوع ده للاعلام الناس دي تطلع برضو تتكلم. ما هو ده اللي مخلي الجمهور لحد دلوقتي ما دخلش المدرجات. ما هو ده اللي مخلي يا جماعه اشتغلوا في انديتهم. يا جماعه اقول لي ان الانديه الثانيه ايه اقول لي اقول النادي الاهلي اللعيبه اللي الناس اللي بتشتم في كذا ولا في انديه ثانيه شغلوهم طبعا عشان ما يتكلموش. طب هنعمل ايه طيب؟ يعني ما فيش حل غير ما فيش وضع غير كده ان انت تطلع على طول تتكلم على النادي الاهلي او النادي الاسماعيلي او نادي الزمالك او نادي مصر. ما ايه مش حدش هيسقف لك ويقول لك انت بتحب النادي بتاعك. ما طبيعي ان انت بتحب النادي. بس هو لازم انا اتجنى وادبح الناس واتكلم عشان انا يعني ايه المشكله؟ فاعتقد ان دي برضو يعني لازم يبقى فيها ضوابط. ايه هي ازاي الضوابط دي انا ما اعرفش الحقيقه ممكن تتحل ازاي يعني. الناس تطلع على الشاشه تقول ايه
هو انا دلوقتي اهلاوي، انا بقول لك اهلي ايه ده دمي، ما اقول لك مش عايز اقول لك ما يعني بتتكلمش على نادي تاني مالكش علاقه. هو لازم اطلع على نادي هنا اتكلم على الزمالك ولا الاسماعيلي ولا المصري ايا كان واقول كذا 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 والزمالك وصفقاته؟ انا مالي ومال صفقات النادي الزمالك؟ انا مالي منافس ونادي كبير جدا في في مصر طبعا نتشرف بيه نادي الزمالك، لكن انا بتكلم على ناديه حب النادي، مش لازم ان انا اتكلم على النادي التاني عشان الناس يقول لك بيحب ايه. ما انا بحب النادي ده من غير ما حد، مش محتاج حد يقول لي كده، مش محتاج حد اه بص يزايد على حبي للنادي انتقد الانديه الاخرى عشان الناس تقول ان انا بحب النادي لا ده. يعني ما فيش يعني اعتقد الموضوع ده لازم يبقى ليه روابط يعني ما اعرفش يعني تتحل ازاي الحقيقه، القنوات دي بتعمل ازاي، لكن اعتقد ان هم ناس شغلتهم عشان يطلعوا في الاعلام واكل عيشهم كده. خلي بالك في ناس بتطلع يعني دمها خفيف تقعد تتريق على ده وتتريق على ده وتتريق على ده، والناس بتحب. للاسف احنا دلوقتي في زمن اي حد اي حاجه فاضيه بتمشي زي الفل للاسف. طيب نرجع تاني للنواحي الفنيه في مباراه الاهلي مثلا والاتحاد، اتفرجت على المباراه؟ طب ايه رايك؟ بص يعني عشان ما نحكمش على أيوة. الفرقه بشكل عام. نعم انا شخصيا كنت اتمنى وانا شايف وجهه نظري فنيه وجهه فنيه مش حاجه تاني ان النادي الاهلي محتاج راس حربه مواصفات خاصه لحد هذه اللحظه. طبعا القيد اتقفل مش كده؟ القيد اتقفل امبارح للاسف. احنا محتاجين راس حربه يعني مع محمد شريف بقى مع حسام مع شادي. شادي محتاج وقت وحسام محتاج يعني السنه اللي فاتت خد وقت وممكن يحتاج وقت كمان سنه ولا سنتين كمان. شريف ماشي بشكل كويس وهو لعيب كبير الحقيقه ويستحق ان هو يبقى فرد النادي الاهلي، لكن محتاجين حد اقوى. انا متهيألي النادي الاهلي محتاج راس حربه قوي جدا. خط الظهر احنا ما عملناش تدعيمات وفعلا الاهلي مش محتاج تدعيمات. حراسه المرمى فعلا مش محتاج، كنت محتاج باك ليفت بس كويس مع علي معلول. ما ينفعش ايمن اشرف مثلا؟ ايمن اشرف لا، يعني انا محتاج حد زي جيلبرتو كده مع علي. مع علي اوكي. لا يعني علي برضو يعني السنه اللي فاتت وممكن السنه دي برضو اصاباته ممكن بتاخد وقت كبير جدا. طبعا الراجل اديله كتر خيره يعني اديله برضو سبع ثمان مواسم بيلعب ولا ست مواسم يعني خلاص محتاج حد. لكن ناحية اليمين خلاص بعد اكرم الحمد لله الامور ظبطت كويس، واكرم برضو حل كبير جدا مع في نص الملعب. بس ده نص الملعب اعتقد مع السلية. لا مش محتاج. لا مش محتاج نص الملعب السلية حمدي فتحي وحمدي فتحي ديانج طبعا ديانج واحمد حسن كوكا وكوكا. لا مش محتاجين معاهم ممكن صح يعني لو اتزنقت لو اتزنقت في وقت كده اكرم مش محتاج في الناحيه اليمين. حته الاطراف موجوده بس محتاجين تطور شويه برضو. يعني يعني اعذرني ان انا هقول حاجه. لا اعذرك في ايه اتفضل. يعني النادي الاهلي محتاج حاجة تخصصي، يعني واحد كده مدرب يجي على الحتة الفينش. المدرب اللي هو راس حربة يعني اللي هو ولا اللي هو الجزء الناحية الهجومية كلها اللي هم الهفاط يمين وشمال وراس الحربة الأجنحة وراس محتاجين راس حربة مش زي مدرب الحراس كده. متهيألي كده محتاجين راس حربة أو مدرب للناس الحتة دي يعرف يجيب أجوان للفينش يشتغل عليهم تخصصي زي ما مدرب المدير الفني كولر كده ما عنده مدرب ينكون كده مدرب حراس يجيب حد كده بعد التمرين قبل التمرين يمسك الحته دي. الاهلي الاهلي محتاج الحته دي اوكي محتاج الحته دي ان يعني انت ما تضيعش جوان كتير اوكي كولر ده يعملها يعني طبعا عنده شغل طبعا ونتعلم منه طبعا بس هو محتاج واحد تخصصه كده اوكي مدرب بقى كان لعيب راس حربه كده عارف ازاي الوقفه ازاي الباصه ازاي تتحط ازاي. بص النادي الاهلي محتاج بوجهه نظري دي لو اتظبطت يا اسلام هتشوف النادي الاهلي مختلف تماما السنه دي. اوكي. مشكله النادي الاهلي على فكره الموسم الماضي كانت دي الفينشنج. خلي بالك هو الراجل بيعمل تدريب تخصصي للدفاع لوحده ونص الملعب لوحده والهجوم لوحده. تمام. يعني ده بيحصل يعني لسه كانوا بيقولوا لي دلوقتي وهيحاولوا يحطوا لنا حاجه على الشاشه من التدريبات التخصصيه دي. تمام. فده معناه انه بالفعل هناك يعني ملاحظة واضحة من مدرب ان شاء الله يبقى كبير يعني علاء ابراهيم خلال انت مدرب كبير بقالك 10 11 سنة بتشتغل في التدريب وبالتالي لسه ان شاء الله قدامك عمر اكتر واكتر ونجاح اكتر واكتر خلال الفترة اللي جاية وبالتالي هو ده بيحصل. فعشان كده كلام مهم جدا وملحوظة مهمة جدا. هنرجع نكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل بقى نرجع نتكلم عن بقية كلامنا عن النادي الاهلي وعن الدوري العام المصري في الموسم المقبل مع النجم الكبير كابتن علاء ابراهيم.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، خلينا نتكلم اكتر عن الدوري بقى في الموسم القادم من وجهه نظرك، بعد كميه التعاقدات الدوري العام المصري، يعني كميه التعاقدات الكبيره جدا اللي حصلت في الدوري مع صرف مبالغ كبيره جدا على التعاقدات، تفتكر الدوري السنه الجايه هيكون عامل ازاي؟ متهيألي اول سنه يبقى فيها كميه التعاقدات دي واللعيبه الانتقالات دي ومن نادي لنادي، ويعني لا كميه كبيره جدا. مش عارف، يمكن السنه دي والسنه اللي فاتت برضو في لعيبه من الدوري الممتاز به راحت الدوري الممتاز، ودي حاجه برضو ايجابيه جدا. افتكر اوفا انت اللي موديه، تهيألي مين؟ احمد اوفا قصدي. اوفا وديته سيراميكا من الدخان، من سيراميكا راح انبي، من سيراميكا انبي. هو كان في الدخان السنه اللي فاتت، كان مكسر، ده من الفراوده اللي جايه والله. طب صغير تقريبا في السن، صغير في السن، حوالي 25 سنه 26 سنه، 24 25 يعني. كان معايا في الدرجه الثالثه، جاب 27 جون. كلمت انا سيد، قلت له يا سيد في فرود عندي كذا 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 كذا، وما لعبش اهلي، يعني كبير عليه الاهلي دلوقتي، بس خده هتلاقيه سعره حنين. مين؟ سيد عبد الحفيظ. وديه مثلا الجونه، وديه اي فرقه دوري ممتاز يلعب سنه سنتين، هيبقى سيد عبد الحفيظ. سيد حفيظ، كابتن سيد. قلت له هيبقى حاجه كويسه جامده جدا. قال لي بس انت عارف الاهلي وبتاع، المهم يعني ما حصلش نصيب يعني. فصعدنا ممتاز بيه، فجات له سيراميكا بقى، كان معتزل بالطاوي بقى وكده، فخدوه. عامل معاهم سنه، وبعد كده جابوا الدخان في شهر واحد اللي فات ده، هو اعاره الست شهور دي، استفاد منه. عمل معاهم فرق كبير جدا، هو مكانته كويسه. وتقريبا راح انبي بابوكا، يعني عشان في صفقه ابوكا. وانبي في وجهه نظري، هم طبعا خدوا اوفا وحتى لعيب تاني كمان، وخدوا فلوس. انا بقول لك اوفا هيفرق معاهم عن ابوكا كمان. ياه. طبعا. اوكي. مع انبي. يعني مع انبي. يعني الواد ده من الفراوده شايفه كويس انت. عنده حاجات كويسه قوي، عنده قلب وروح وجدعنه، واخد حاجات كتيره جدا. بيفكرني طبعا مع الفارق الكبير طبعا، كابتن حسام حسن. مع الفارق طبعا، لكن قلبه وروحه ممكن يعني يفجر نفسه في الملعب. لا يعني الولد ده انا شايف وجهه نظري ان هيوصل لحاجه كويسه. بالظبط. تمام. الدوري بقى العام، الدوري العام السنه دي، يعني انا نفسي انا مستني الدوري، مستني اشوف اتفرج على الفرق. طبعا مستني اشوف التعاقدات دي والمدربين دي ايه بيفكروا ازاي. احنا بنستفاد منهم طبعا اكيد. فالدوري السنه دي صعب جدا. اوكي. صعوبتها في اللعيبه اللي اتنقلت دي، خلي بالك، لان كل اللعيبه دي في وجهه نظري هيبقى عندهم طموح اثبات الذات، فممكن الوضع يختلف في الدوري السنه دي، هيبقى يعني مختلف. عندنا برضو في النادي الاهلي حته ان السنتين ان يبقى ضايع عننا الدوري، لا برضو الوضع مختلف تماما. اعتقد الانديه الثانيه لهم حق مشروع في الدفاع عن طبعا الدوري بتاعهم او الدوري او المنافسه. فاعتقد ان الدوري السنه دي هيبقى ليه طبع مهم جدا. اول مره انا كنت في الرابطه اللي هم بتوع القرعه، اول مره نشوف الدوري يبدا امتى وينتهي امتى، برضو دي حاجه مميزه جدا. طبعا ما كناش نعرف الدوري هينتهي امتى، ف 18 10 وينتهي 30 6، برضو دي حاجه مميزه، بيحكم لك اللعيبه اللي في افريقيا او الماتشات اللي في افريقيا كام هنا يوم هنا وكام يوم هناك، برضو دي حاجه كويسه. طبعا يا ريت نمشي كده، اتمنى. ده برضو بيدي قوه للدوري. اعتقد الدوري السنه دي اعتقد ان شاء الله هيكون مختلف بشكل نستفاد منه من الكره المصريه، لان خلي بالك الاخفاقات الكبيره جه كتيره جدا من للمنتخب، سببها الدوري العام. ياه. طبعا. سببها الدوري العام. قول لي مين اللي فرزوا المنتخب الانديه للمنتخب؟ مفيش. فاعتقد ان الفتره اللي جايه يعني اتمنى ان الدوري يكون قوي يا رب ان شاء الله، لانه في النهايه هناك بعض الانديه زي الاسماعيلي جدد تقريبا 70 80% من فريقه، المصري عمل فريق جيد، سيراميكا كليوباترا جايب لعيبه كويسه جدا في الناحيه الهجوميه، البنك الاهلي صحيح عامل اتحاد، نادي الاتحاد. اعتقد المنافسه هتبقى قويه في الجزء ده على الاقل، غير بيراميدز واهلي، ويعني الجزء بتاع اللي هو يعني الاهلي طبعا، وبعد كده اهلي وزمالك، وبعد كده بيراميدز وفيوتشر مثلا. لا انا اعتقد بيراميدز السنه دي، يعني اعتقد بيراميدز ممكن يبقى وضعه مختلف عن المواسم السابقه، هيبقى في المنافسه من بدري والله. وهيكمل كمان. اوكي. لان هو خلي بالك، خلينا نتكلم منطقيين، من
حق الفرق اللي ممكن كانت تحقق بطوله الدوري الموسم الماضي بيراميدز بوجهه نظري يعني. لكن الجمهور اسم النادي فارق معاهم جدا، مخلي الدنيا سهله يعني، تتعادل سهل جدا عادي، تخسر ما فيش جمهور كبير يعني تقصد. بالظبط يعني لكن لو 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 الطموح عندهم زاد والموضوع اختلف عندهم، اعتقد البيراميدز عندهم من احسن العناصر الموجوده في الدوري العام. فهيبقى منافس اهلي وزمالك طبعا، منافس قوي جدا كمان. طبعا طلائع الجيش وبرده الصفقات اللي اتعملت وسموحه، وجود الكابتن طارق العشري مع وجود علاء عبد العال، كابتن علاء عبد العال مع طلائع الجيش. طلائع الجيش مع كابتن طارق العشري عامل طفره كبيره جدا السنه اللي فاتت. كان مع كابتن طارق، السنه دي مع كابتن علاء. السنه دي اتعاقدوا مع كابتن علاء عبد العال، مدرب برده محترم، بس مش عارف التفكير الانديه يعني. كابتن علاء عبد العال من المدربين اللي يعني ايه اللي هم ليه اسلوب واحد. اوكي. كابتن طارق العشري هي عمل طفره في طلائع الجيش، برده لعبه بيقفل واوا والكلام ده كله، بيخطف هدف. ما اعرفش بقى مع الانديه الاكبر شويه زي سموحه مثلا ايه الشكل ممكن يبقى عامل ازاي. هنشوف طبعا الفتره اللي جايه، لان برده سموحه مش تكتفي ان انت تقعد بس، لا انت عايز مركز. فهو في مدربين طبعا بتبقى انت عايزه توصلك لحته معينه. ان انت مثلا تقعد، ان انت ما تقعد مستريح. في انديه زي سموحه مثلا اكيد تطلعهم السنه دي ان هم يبقوا في الثلاث اربع فرق خمس فرق الاوائل. اوكي. فيوتشر مع علي ماهر طبعا، علي مدرب كبير جدا. علي السنه دي ممكن طموحهم يزيد، داخلين دلوقتي كونفدراليه، السنه دي ليه ما طمحش ان هو يبقى ابطال افريقيا السنه الجايه؟ اوكي. ليه لا؟ ما هو اول وثاني. فاعتقد المنافسه السنه دي زي ما بقول لك فيوتشر بيراميدز، لكن فوق في وجهه نظري اهلي زمالك بيراميدز فيوتشر يعني، واقفل على كده. اوكي. الوسط بقى حط بقى سموحه، حط المصري، حط فاركو، حط يعني الانديه دي، لكن في النهايه في الاخر هتحط بقى المحله، الحرس، الداخليه، اسوان، برضو الانديه دي هي اللي هتبقى اللي هي ماشيه في الحته دي، في الحته اللي تحت دي. فبرضو هيبقى مقسوم الدوري لاثنين ثلاثه، لكن اعتقد من بدري السنه دي لا، بيراميدز وفوتشر اعتقد ممكن يبقى لهم تواجد بشكل كبير. اخيرا منتخب مصر شايفه ازاي مع روي فيتوريا؟ فيتوريا ذكي جدا، خلي بالك، من المدربين الاذكياء يعني. انا شخصيا بحب المدربين البرتغاليين من جوزي، لكن هو مدرب ذكي. اول ما جه ما رضيش يلعب مباراة كبيرة، لعب ليبيريا باين ومش كده، ليبيريا والنيجر مباراتين يعني. لطيف بيقول لي ان بالظبط، بيقول للناس انا هنا موجود بيحفظ وبتاع، لكن اعتقد ان هو بعد المباراتين دول عنده اللي جايه 18 نوفمبر بلجيكا. ما اعتقد بيدور على مباراه وديه قبلها بالمناسبه، لكن بلجيكا تاني تصنيف. هو بعد المباراتين دول يا اسلام، وشاف الوضع وشاف اللعيبه وشاف امكانيات اللعيبه، اعتقد بيديله كوابيس. فالكوابيس بتاعته اعتقد هتدي له فتره يعني عبال ما يفوق. كانوا وحشين يعني اللعيبه تقصد؟ خلينا نتكلم منطقيين. احنا عندنا مشكله في، بص، اي مدرب يعني هيجي يلعب لعب هجومي هيفشل مع المنتخب. ياه. طبعا. بص، في فروق كبيره جدا. كابتن هاب جلال من المدربين الكبير جدا وعنده اسلوب لعب. فتح اللعب مع اثيوبيا كنا هنشيل 3 4. صحيح. ما في، بص، احنا نجحنا مع كوبر ازاي ورحنا كاس عالم؟ قفل بالظبط. باسل صلاح اسمها، فاكر؟ الله ينور عليك، هو ده الكلام. نجحنا ازاي مع كيروش؟ وكيروش كان بيعرف يهاجم؟ لا، لان هو كده. لو عمل غير كده هيفشل. أوكي. هيمشي من بدري. خلي بالك، احنا اول ماتش نيجيريا خسرناه 1-0 صح؟ وبعد كده تك تك جون مش عارف خبطه اللي يرزق، يمكن هو شويه في ماتش المغرب اللي هم لعبناهم يعني شويه حلوين. شويه. أوكي. والباقي كله قفل. ماتشات السنغال سواء هنا وهناك والنهائي قفل، مفيش لعب. هو صلاح فايق ممكن يعني، ممكن غير كده اي مدرب هيفتح اللعب ويلعب هجومي زي مثلا نايجر وليبيريا يقول لك ده الراجل ده لعب هجومي وما لعبش قبل كده، او ما اديله 3 سنين ما جبناش جول كده، كل مبارياته ايجابيه. قابلوني بقى، شوف بقى بلجيكا وشوف انا بقول لك كده، هنلعب مباريات يا هجوميه امتى؟ مع الفرق اللي هي ايه؟ ليبيريا، بروندي، اللي اقل منك في التصنيف يعني. طبعا اي فرقه، نيجيريا بقى، كوت ديفوار، السنغال، غانا، الفرق القويه دي، حتى الفرق اللي هي متوسطه في ارضها هتتعبنا جدا. اوكي. هتتعبنا جدا.
ففيتوريا لو لا فتح وسمع كلام الشعب المصري بيقول لك احنا عايزين مدرب يا جماعه، فين فين الخامه؟ فين مين مين يعمل لي الهجوم؟ احنا ما عندكش نص ملعب، نص ملعب بيعمل لك بينيه واحد انفراد. قول لي مين نص ملعب في مصر، في الاهلي او في الزمالك او في ممكن يعمل بينيه راجل بلي ميكر كده لعيب مثلا؟ قول لي مين كده؟ مفيش. قول لي كده افتكر. ممكن عبد الله السعيد هو اللي ممكن يعمل كده، بس عبد الله السعيد ده يعني عبد الله السعيد يعني الراجل كتر خيره كتر خيره يعني خلاص. قول لي مين دلوقتي؟ مفيش. مجدي قفش يعني لا بعيد، يعني بعيد في بعيد. الاهلي في الدوري المحلي ماشي، لكن في المنتخبات لا، مع احترامي ما يلعبش. اوكي في نص الملعب، تعالى نص الملعب بتاعك فين البصير بقى؟ يعني في نص الملعب يعني زمان يعني حسني عبد ربه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض على حسني عبد ربه في نص الملعب. محمد شوقي كان هايل، بيجروا وبيخبطوا وبيرزعوا يعني، يقول لك الناس يقول لك طارق حامد بيكسر الدنيا مش عارف. طب كورته يقول لك انا كورته وحشه. طب في الناس دي كان بقى كل حاجه دي. عشان كده بقول لك في عندنا مشاكل في الاهلي في الزمالك، واعتقد في اماكن كده اسلام. احنا منتخب مصر عندنا في مشاكل كتيره جدا هتبان بقى الفتره الجايه مع فيتوريا ومع ماتشات تقيله تاني. بقول لك لو فتح وسمع بقى الكلام بتاع الناس، ما تفتحش يا عم فيتوريا، خلي بالك عشان كابتن علاء بيقول لك ما تفتحش، لو فتحت هتبقى ماتشات بس عشان الناس بس تبقى فاهمه. الماتشات القويه، الماتشات القويه لكن الماتشات اللي هي ليبيريا الاقل منك في التصنيف. ايوه بالظبط، الاقل منك. افتح واعمل اللي انت عايزه يا عم، هتلاقي ملعلعه والناس تقول لك يا سلام ده احنا لا يعني. بعد الماتشين العيانين دول الناس في الصحافه تقول لك والله عيانين فعلا. الناس تقول لك لا ايه؟ لا يعني هم تصنيف اقل منك بكتير بكتير. الناس تقول لك ايه يا سلام، بس في ايجابيه. ايه يا عم الايجابيه؟ قال لك احنا هاجمنا ومش عارف عملنا كام هجمه من ورا وكام هجمه من يا عم. انت لو جبت اقل فرقه في الدوري هتكسبهم برضه يعني. يعني في كلام بقى فنيا فنيا هم طبعا اقل منك فنيا بكتير. انا للاسف في مصر احنا بنسمع بس وبنتكلم يا جماعه يعني، لكن المنطقيه والحقيقه هتبان يوم 18 نوفمبر قدام بلجيكا. طبعا لازم لو عمل ماتش كويس قدام بلجيكا هتقتنع بوجوده؟ استحاله يعني، اصل الكوره دي 1+1 يساوي 2 يعني، يعمل ماتش قوي ازاي؟ خلينا نشوف بقى يوم 18. هم كل مثلا عيالين بقى عندهم يا شباب بعد اذنكم هاتوا لنا علاء ابراهيم يوم 19 باش. يعني علشان 18 هيبقى ماتش بلجيكا. لو الماتش الظهر واحنا هنلعب او هنلعب بعد الظهر مثلا وعندنا حلقه بالليل، هاتوا لنا علاء برضو يمكن نشوف ساعتها يبقى على الهوا. لو جبنا 5 كورنر يبقى حسيت لا ان شاء الله منتخبنا يعمل مباراه كبيره والنادي الاهلي يبقى يفوز بالدوري عشان تبقى عندنا ان شاء الله زي ما انت قلت كده 3 سنين لو لا قدر الله حصل السنه الجايه هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لنا كاهلاويه يعني. طبعا. كابتن علاء شرفت ونورت وسعداء جدا بوجودك معانا، وانا عارف ان انت دايما بتتكلم على طبيعتك وعلى سجيتك، فعشان كده انا سايبك تتكلم. وكل جمهور النادي الاهلي الناس عماله تبعت لي مبسوطين جدا بوجودك معانا ومبسوطين جدا بكلامك، فبشكرك جدا جدا على وجودك معانا واتمنى دايما دوام التوفيق لحضرتك. انا سعيد جدا يا سامي ان انا شفتك طبعا اول حاجه وان انا في البيت الكبير. اسم بقول لك اسم البرنامج كمان يعني بيدينا كده احساس جميل. انا بتاسف للناس ان انا بتكلم. بص انا سعيد براحتك يا نجم. شحت يا سعيد شحت فبتكلم جوه من قلبي والله، لا محضر حاجه ولا بتكلم وما عنديش توازنات. انا بقول اللي انا مقتنع بيه بقوله، ممكن اكون مقتنع بيه غلط يعني، فاعذروني واسف جدا ان انا طولت عليك. لا ده انا اللي بشكرك جدا يا كابتن علاء، وانت من حقك تقول كل اللي انت عايزه طالما ما بتغلطش في حد، من حق في حد من حقك تقول كل اللي انت عايزه. شكرا جزيلا يا كابتن علاء، شرفت ونورت. شكرا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. غدا حلقه جديده من البيت الكبير.